بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الملك هو الأهلي والكتابة كل ما يكتب عنه نناقش المكتوب وليس الكاتب. ومعانا ما تخافوش على الأهلي، كل حاجات حفظتوها، بس بنذكر ليه؟ لأن وحشتونا، غبنا عنكم لظروف خارج عن الإرادة. طبعا ملاحظين كلكم ان في ديكور جديد وفي مجهود جديد وفي برامج جديده وفي اطلاله جديده للقناه. لازم نبارك لكل القائمين على هذا الجهد الكبير اللي كانوا بيحاولوا يضغطوه في اقل وقت ممكن عشان ما نغيبش عنكم كتير. لكن خلال هذه الفتره التي غبنا عنها حصلت شويه مستجدات مهمه جدا. اولا الاطلاله الجديده للقناه والديكور والبرامج الجديده، وأنا تابعت الاستوديو التحليلي تحت قيادة المايسترو سيد عبد الحفيظ، حاجة بسم الله ما شاء الله رائعة وجميلة ومشرقة، ومعاه طاقم أوركسترا رائع من المحللين من أبناء النادي وضيوفهم. كذلك تابعت برنامج الأهلي الليلة. الأهلي الليلة أنا الحقيقة مبسوط من الفورمات ومن الإيقاع ومن التنوع، فحاجة برضو بإذن الله تعجبكم. بقية البرامج لسه بإذن الله نشوف التطوير اللي حصل، ولكن دعونا نبدأ من ملك وكتابة ونقول إن من ضمن المتغيرات انطلاقة الدوري العام ما لحقناش نتكلم مع حضراتكم فيها، أيضا اعتزال المبدع المتعب عماد متعب، الكثير من الأمور، قضايا عودة الجماهير، ولكن كل هذه الأمور سنبحثها معكم، وابقوا معنا. فقرات مهمة بإذن الله تعودكم أو تعودنا احنا عن الغياب عنكم. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. ملك وكتابة في هذه الظروف أعتقد حضراتكم لاحظين أنه الأحداث متلاحقة، أن الاشتباكات والارتباطات كتيرة ومتداخلة. الأهلي يكاد يفرغ من مباراة مهمة في الدوري بعد هذه الانطلاقة مع الإسماعيلي والمصري، ثم يدخل في أجواء البطولة العربية ليعود منها بعد الاثنين القادم إن شاء الله، يدخل مباشرة في الأجواء الأفريقية ولقاء الترجي المهم في تونس. فأنا أعتقد كلها أحداث كثيرة متلاحقة، لكن اللي يربط بينها كلها مع بعضها دائما وأبدا البحث عن هوية البطل، البحث عن هوية البطل، البحث عن مكونات هذا التاريخ وهذا التراث البطولي الكبير جدا اللي بيدفع الأهلي للمزيد من الانتصارات واللي منه الأهلي بيستمد قوته. عشان كده فلسفة حلقة النهاردة من ملك وكتابة تبحث بالأساس وتتوقف عند مكونات هوية الأهلي. هو ليه الأهلي كده؟ كيانات رياضية كثيرة تنشأ بعده وتنشأ قبله وربما تذهب وتختفي، لكن لا تستطيع حتى وإن استمرت أن تصارع الأهلي، أن تنافس الأهلي، أن تبقى قريبا من منصات التتويج قرب الأهلي واحتكاره ليها. ليه؟ لأنه الأهلي فريق أو نادي بيمتلك هذا الإرث الحضاري الكبير، يمتلك هذا العمق الرياضي الممتد عبر الجذور. عشان كده كل هذا الامتداد أعتقد كان من المهم أن تحتويه حلقة اليوم في خمس عناوين مهمة. في سماء العرب الزعيم عينه على النجمة، انطلاقة الدوري ملامح ومخاوف، وشكرا متعب الحراس، ودائما والأهم الأهلي الهوية والتاريخ، وأخيرا مطلوب فورا عودة اللاعب الخطير. عودة اللاعب الخطير قضية مهمة جدا هنناقشها النهاردة، زي ما هنناقش عدد من هذه الموضوعات المهمة التي نتمنى إن شاء الله أن تنال إعجابكم وأن تكشف لكم عن بعض الحقائق في تكوين الأهلي وهوية هذا البطل التاريخي. النهاردة باشمهندس لعيبة الأهلي اللي ما شاركوش في مباراة المصري الأخيرة، الجهاز الفني قاد مران خاص بيهم جدا، وانتوا عارفين هذه الارتباطات المتداخله بتخلي الجهاز الفني محتاج باستمرار لتجهيز اكبر عدد من اللعيبه. فاللعيبه اللي ما شاركتش مباراه المصري قادوا او ادوا مران مهم جدا في ملعب التتش تحت اشراف الكابتن محمد يوسف
المدرب العام، ومعاه حسين عبد الدايم مساعد مدرب الأحمال البدنية، بهدف تجهيز أكبر عدد من اللعيبة لمباراة النجمة. الأهلي لازم يفضل عنده هذا المخزون الكبير في قطع الغيار الجاهزة. بنشوف ما فيش مباراة بتعدي من غير إصابة أو غيابات. اللي ما شاركوش في مباراة المصري أدوا هذه التدريبات الشاقة المكثفة، واللي شاركوا في مباراة المصري وحققوا هذا الفوز المهم بهدفين شاركوا في تدريبات استشفائية في الجيم تحت إشراف مايكل ليندمان مدرب الأحمال، واستمرت هذه التدريبات في الجيمانيزم 30 دقيقة فقط قبل أداء بعض التدريبات الاستشفائية. باشمهندس، لغز هو لغز ولكن له إجابة. الإصابات التي تلاحق النادي الأهلي عبر الثلاث أربع سنوات أو يمكن أكثر من كده، مفيش لعيب بيخش غير لما اتنين يطلعوا. حتى وأنا بستعرض الأخبار دلوقتي يقول لك تدريبات استشفائية لفلان وفلان 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 وأخيرا صلاح محسن عيادة. يعني اللي احنا يعني هتقولي وصلاح محسن مرهق في ايه؟ هو بقى مش عارف هل قدر الاهلي ان هو تحت الاستريس والضغط والالتزامات المطلوبه والاهداف المطلوب تحقيقها اللعيبه فعلا بيعيشوا ظروف استثنائيه. نتمنى الشفاء لكل لاعبتنا، محتاجينهم جدا جدا زي ما انت بتقول. ادي احنا داخلين من افريقيا ودوري وبطوله عربيه. صحيح. كلام كله متلاحق وموسم شديد الاثاره، شديد التوتر، وده هنتكلم ان التوتر ده مسؤوليه الجميع ان احنا ننزع فتيل التوتر وبسرعه كلنا ننزع فتيل التوتر لصالح الكره المصريه ولصالح الرياضه، والرياضه اللي هي الناس كلها بتستمتع بيها في العالم كله، واحنا بنعيش دائما اجواء التوتر والتراشق. وعشان كده ممكن استاذنك نص كلمه. اتفضل. احنا في حاجتين دلوقتي، ماذا يمكننا ان نفعل في ظل هذه الظروف؟ حاجتين، في حاجات في ايدنا وحاجات بره ايدنا. اللي بره ايدنا هنخليه ناجله دلوقتي، لكن اللي في ايدنا فرقتنا، ادارتنا، جمهورنا، اعلامنا، ده اللي تحت ايدنا. فلازم كلنا نبقى بنشتغل في هارمونية وفي أهداف محددة ومع بعض ومتلاحمين جدا في صالح النادي الأهلي وفي صالح تهدئة الأجواء بما لا يخل بحقوق الأهلي، بما لا يخل بحقوق الأهلي. عشان كده الناس اللي عمالة تقابلك وتقابلني وتقابل، هتردوا على فلان، هتردوا على علان؟ لا، مش هنرد على فلان وعلان، لأن ده من زمان مش سياستنا. احنا مش بنتعامل مع الأشخاص، بنتعامل مع المكتوب الذي يمس حقوق للأهلي. اللي بيعتدي على حقوق الأهلي بنرد على هذه الحقوق وبنرجع حقوق الأهلي بالمستندات ليه. غير كده احنا مش معنيين يا جماعة. في برامج أخرى ممكن تبقى السوشيال ميديا، تبقى مش عارف ايه، لكن احنا في ملك وكتابة خلينا نلتزم المهنية، مسؤوليتنا أن نؤكد على حق الأهلي ولا نفرط فيه، وفي نفس الوقت نوريكم لماذا الأهلي عظيم ولماذا يجب أن تفخر بانتمائك للنادي الأهلي. في جزئية اللعب في الودان بقى، إنجاز التعبير، الكلام مهم للعيبة. أي لاعب هو بيلعب في النادي الأهلي، لعيب النادي الأهلي لازم يشعر بهذا الفخر، لهذا الانتماء الحقيقي إنه بيلعب في النادي الأهلي، وإنه غيره يسعى كتير قوي عشان ينال شرف اللعب في النادي الأهلي. أما وإنه هذا اللاعب، الكلام للجميع، انت عندك ارتباطات، عندك التزامات، عندك تعاقدات لابد من احترامها، لابد من التركيز في الوفاء بيها. لكن الاهلي مش محطه انه حد يجي يطلع صغير عشان ينتقل. والله هو مش محطه انطلاق، هو محطه بالزبط. وصول يا جماعه. بالظبط. انت وصلت لمحطه مش بتركب عشان توصل، انت وصلت لتحقيق امال وامجاد كبيره ليك. شوف غيرك اللي سبقوك حققوا من المجد والشهره والمكانه قد ايه. فبالتالي على كل لعيب بيلعب في النادي الاهلي، اللعب في الودان والزن كتير جدا، محاولات تخريب الفريق موجوده، محاولات تسريب اخبار اعلاميه موجوده، محاوله استخدام وكلاء وسمسره اللاعبين موجوده، دس اخبار للمواقع ولبعض الوكالات موجوده. كل ده لهدف خبيث جدا جدا، ضرب فريق الاهلي من الداخل. دي مساله يعني
تقدر تشاور على اوضاع معينه وجهات معينه وافراد ممكن معينين. ممكن اقول لهم كلمه واحده استاذ ابراهيم؟ نجيب محفوظ خد نوبل عن ايه؟ محليته بالظبط، مش ما راحش كتب عن الحرب العالميه ولا صحيح بالعكس ده الاخوه العداء. طبعا محليتك صحيح. انت تقدر تكون احسن لعيب في الدنيا من خلال النادي المصنف اللي انت فيه، وانطلق بعد كده، بس اما تنطلق بقى روح لنادي مصنف. احنا مش محطه انطلاق، احنا محطه وصول. عشان كده اما وانك وصلت للنادي الاهلي ايها اللاعب الجميل عليك التركيز، هتسمع كتير، هتسمع زن، هتتعرض لكل هذه الضغوط، عليك ان تعي انك في محطه الوصول الامنه. غير كده ما اعتقدش انه مثل هذه النوعيات بتكمل كتير في النادي الاهلي، لكن لما يبقى في لعيبه الاهلي اشتراها، لعيبه الاهلي طلعها من رعاها من الصغر، عنده طموحات كبيره جدا، عنده التزامات، عنده ارتباطات، عنده اهداف يعول عليها مع هؤلاء اللاعبين. بكماني مكالمبا يا باشمهندس، لاعب الاهلي الجنوب افريقي، تلقى عرضا رسميا من احد الانديه خارج مصر عبر خطاب رسمي وصل بشان التعاقد مع اللاعب. كابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكره قال ان المفاوضات الماليه والرؤيه الفنيه للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني هي ما ستحسم مصير اللاعب والرد النهائي بشان العرض اللي تلقاه باكا. نرجو ان باكا ده كمان امره يتحسم، لان الحقيقه جات له فرصه ذهبيه فهو فكر بطريقه مختلفه. فكر الله، هو انت افتكرتني عشان زنقت لي؟ اي الله، طب ما هي دي الفرص اللي بتيجي للناس. الجمهوريه كان ليها برضو موضوع كبير، 700,000 دولار للاستغناء عن اللاعب وخلافات الاهلي وباكا تدخل مرحله العناد. ده سياقا او جاريا وراء السياق العام الارقام اللي موجود. خلي بالك فيه. الارقام طلع الكابتن محمد فضله حتى وضح امبارح الكلام ده، الارقام غير حقيقيه، الارقام الحقيقيه موجوده داخل النادي الاهلي، والموضوع مش عناد، هو متصور انه يعني وضع معين مش مريحه، والاهلي مش بيعند معاه، الاهلي خلاص انت مش مرتاح، مش بس انت يعني في تكلفه، في ارقام اتدفعت فيك، في ارقام انت حصل اديوكيشن رايتس للاهلي لحقوق، كل الارقام دي تترجم، اذا اقتربنا منها هيبقى ما فيش مشاكل باذن الله. والشروق قالت الاهلي بيرفض رحيل باكا مجانا، وقالت مجانا؟ المصري اليوم بيرفض رحيله مجانا، يعني هو حد طلب انه مجانا؟ والمصري اليوم قالت الاهلي بينهي ازمه تجديد عقد احمد فتحي والجوكر وقع لموسمين، وقالت احتواء ازمه باكا. طيب على العموم هذا التناقض في الكلام معناه ايه؟ ان الحقيقه عند الجهاز الفني. باتريس كارتيرون المدير الفني للاهلي حصل على سيديهات للنجم اللبناني وبدا التكتيكي والتخطيط لمباراة الاثنين القادم ان شاء الله اللي هتكون في برج العرب في البطولة العربية. كارتيرون اجتمع مع اللعيبة قبل المران الجماعي النهارده لمدة 20 دقيقة، حرص على تحذيرهم من مباراة النجم وطلبهم بضرورة التركيز في مشوار الفريق في البطولة العربية. وهيعقد كارتيرون مؤتمر صحفي يوم الاحد ان شاء الله في الاسكندرية قبل المران الاخير استعدادا لمباراة النجمة، وهيتحدث بالطبع عن رؤيته الاستراتيجية لهذه المباراة. عندنا فقرة عن النجم؟ عندنا. أيوة. لأن الحقيقة خلي بالكم يا جماعة ده فريق لا مش هين أبدا. صحيح. الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين في الأهلي بعد انتهاء الاختبارات النهاردة، النهاردة كان اليوم الأخير في الاختبارات، أكد فتحي مبروك إنه طلب المدربين بإنه يختار كل منهم المراكز اللي بيحتاجها فريقه من خلال المتقدمين في الاختبارات، وقال انه الاهلي استفاد بعدد كبير من العناصر الموهوبه من خلال هذه الاختبارات، وقال انه اختيار اللاعبين بياتي بعد اجتيازهم لكل الاختبارات. اشار فتحي مبروك الى انه انتهاء الاختبارات ياتي من اجل منح المدربين فرصه جيده للتعرف على اللاعبين الجدد اللي هيحتاجوا وقت عشان يندمجوا مع الفرق اللي انضموا لها، وقال انه في لعيبه بالطبع ان هي بترحل عن الفريق زي اي مرحله سنيه،
يحصل في عناصر جديده جايه من بره، بيحصل تقييم في عناصر بتمشي، بيقول ان احنا هنلاحظ انه من الممكن جدا عناصر تمشي دلوقتي من فرق الناشئين تنتقل لانديه اخرى مستواها يتطور، تاخد فرص تبرز، يتقال ان ده كان في الاهلي. وبيشير فتحي مبروك الى انه ده بيحصل في كل الظروف، وبيستشهد بهشام محمد وايمن اشرف ومحمد الشناوي، بيقول الاستغناء عن لاعب زي كده بيكون في فترته في عناصر اجهز منه والقائمه ممتلئه، لما الناشئ بينتقل لنادي اخر الفرص بتختلف، تركيزه بيزيد. منطقي جدا الكلام اللي بيقوله ده. يعني مؤمن زكريا طلع الفريق كان مليان لعيبه، هو وهو خارج احنا عارفين ان اللاعب هيتالق وهيرجع، هيرجع هشام محمد نفس الشيء، ايمن اشرف نفس الشيء، يعني كلها لعيبه انت وقت تخرجهم ظروف كده في النهارده لعيبه هتضطر انها تمشي، هل معناها ان دول مش واعدين؟ لا دول واعدين. انا بقى بنصح ان هم يخرجوا على سبيل الاعاره واللعيبه تساعد في هذا والاهلي يساعد في هذا، لان دلوقتي عندك ميزه انك تقدر تعير بدون تقيد باعداد، فطلع على سبيل الاعاره زي الانديه الكبرى وادي فرص وبعد كده قيم يعني. طيب خلينا برضو بمناسبه الناشئين، امتى هيبقى عندنا تفكير استراتيجي ممتد بين الفرق؟ بمعنى انت دايما بتبص مش قدام شويه، بتبص تحت رجليك قوي في اعداد اللعيبه. عندك لاعب صانع لعبه زي عبد الله السعيد، كان من الواضح جدا من سنتين انه مفيش بديل له كصانع لعب، ولما بيغيب الدنيا بتتهد وبتغير طريقه لعب. انت النهارده اوجدت ناصر ماهر، لو احمد حمدي او ناصر ماهر اخذ فرص حتى لو 20% من الموسم في مراحل سابقه كان هيبقى عندك صانع لعب جاهز. ما هو انت جزء من اعداد اللاعب اللي انت شايفه بروموسنج، انك تعير واحد زي ناصر ماهر، انت بعته لانك انت عارف انه لعيب كويس، والا كنت سيبته فري، انت عارف ان هو ده اللي هيبقى البديل الاستراتيجي. وخلي بالك ان الكابتن عبد الله السعيد كان في قمه تالقه، انت كنت متوقع يستنى موسمين كمان معاك. فهي فكره ان نضج اللاعب البديل مش لازم يبقى عندك في مطبخك، انت ممكن بقول لك الاعارات هي الحل النموذجي، لكن لما يبقوا موجودين معاك لازم تدافع بيهم بشكل مقنن عشان ما يتحرقوش، لان انا مش عايز اشيل ناشئ النهارده عبء فرقه بتتغير او بتغير جلدها، مسؤوليه كبيره عليه، لكن فريق مستقر واقف على رجله بتدي. وانا شايف ان اللي بيتعمل دلوقتي صح جدا، يعني هو حتى الناس ايه تقول لك هو ليه بيسحب ناصر يا جماعه، الراجل بيلعب تلتين المباراه، كويس قوي انك تشوفوه بهذه الحاله الجيده في تلتين المباراه، يمكن التلت اللي يسيبه في الملعب يغير رايكم، لان بدنيا هيهبط يحصل حاجه، فسيبوا الجهاز الفني ماشيين بعقل، انا شايفه ماشيين بعقل وبهدوء، واتوقع ان هنشوف اكثر من ناشئ، اتوقع اشوف اكرم توفيق، اتوقع اشوف احمد حمدي، اتوقع هنشوف اكتر من حد، ما حدش كان متوقع انك هتشوف بسرعه محمد شريف، ودي احنا شفناه والراجل لافت الانظار. اذا الجهاز الفني باصص للتفاصيل، وعندنا اخواننا موسم افريقي محلي عربي يستوعب مجهود الجميع. طيب عندنا موسم شاق وطويل، الصعيد المحلي بمباراتين للاهلي مع الاسماعيلي تعادل فيها 1-1، ثم فاز على المصري 2-0، لكن اتجه مباشره قطار الاهلي الى محطه برج العرب عشان يبدا ينظر في سماء العرب على النجمه. في سماء العرب الزعيم عينه على النجمه ابتداء من يوم الاثنين ان شاء الله، مباراه الاهلي مع النجمه اللبناني في بدايه مشوار الاهلي في دوري ابطال العرب. الاهلي مع النجمه اللبناني ده ذهاب دور ال 32 للبطوله، المباراه هتبقى الساعه 7:30 ان شاء الله مساء يوم الاثنين القادم ان شاء الله. يمكن تطلعات الجماهير، طموحات الجماهير كلها تتجه نحو دخول الاهلي في البطوله العربيه، يمكن
البطولات العربية شهدت مشاركة إيجابية قوية جدا للنادي الأهلي في منتصف التسعينات. الأهلي كان سعى إلى إعادة بعث هذه البطولات العربية، أوجدها بقوة. المؤكد أن المهندس عدلي عنده كثير من الذكريات عن دور الأهلي عربيا، لكن تعالوا نشوف في هذا التقرير رأي الجماهير عن مواجهة الأهلي مع النجم اللبناني. كيف ترى جماهير الأهلي مباراة الاثنين، الأهلي والنجمة في برج العرب؟ البطولة العربية ده كتمهيد للبطولة الإفريقية، الأهلي عنده مباراة النجمة وبعدين مباراة الترجي في رادس في تونس. فأنا شايف إن الأهلي بدأ يقف على الطريق الصحيح والتراك الصح، وبدأت اللعيبة تكتسب الثقة وتاخد بدأت تقف على الأرض. لا هي طبعا الكورة في لبنان نقول أقل كتير، مش شوية، أقل كتير. والنادي الأهلي ليه اسمه، واسمه أساسا كبير وبيرعب أي فرقة، لكن الكورة وارد فيها كل شيء. لكن لا أتوقع النتيجة هتبقى كبيرة شوية. البطولة العربية ديت يعني تمهيدا لبطولة الدوري والبطولة الأفريقية، يعني بيعمل فترة إعداد بالبطولة العربية، ويقدر يعني يقدر يسد في كل مكان بإذن الله. يعني الأهلي ماشي في طريق كويس، ولاعيبة عنده لعيبة كويسة. فرق بين الأهلي والنجم اللبناني كتير. هو النجم اللبناني تاريخ في لبنان، لكن احنا تاريخ في جميع بلاد العربية والعالم كله. أتوقع بإذن الله اللي يلعب أكسب، اللي يلعب أحسن هو اللي هيكسب. يعني أتوقع 3-0 للنادي الأهلي إن شاء الله. النادي الأهلي نادي كبير ونادي منظم ومرتب، ولاعيبته بتلعب بروح عالية جدا، وبتقدر كل مباراة على حدة، وبتعرف تلعب ازاي المباراة سواء كانت في الدوري المصري او في بطولة افريقيا حتى البطولة العربية. ممكن تكون مثلا الاندية اللبنانية مثلا مش زي قوة الاندية المصرية بما فيها النادي الاهلي، لكن برضو الاهلي بيقدر كده، وهيلعب برضو بنفس الظروف اللي هو بيقدر يلعب بيها قدام نادي غير معروف، او ممكن تطلع منه مفاجآت. فان شاء الله الاهلي دايما بيشرفنا في كل مكان. الاهلي هيكتسح، هيكتسح 3-4 ان شاء الله باذن الله. الاهلي دايما قادر، وقادر على فوز بجميع البطولات اللي بياخدها. الاهلي فريق من 1907، فده راجل يعني تاريخه بيتحدث عنه. فالأهلي طول عمره كبير وقادر على حصد البطولات، كل البطولات بإذن الله اللي الأهلي بيخشها بيفوز فيها أو بيكون مثلا بينافس فيها جامد جدا، منافسة جامدة. إحنا كأهلي نعتبر أكبر فريق في الشرق الأوسط على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا. إن شاء الله الأهلي يكسب 2-0. شايف المواجهة الأهلي جاهز، والأهلي مستعد، والأهلي محضر، إن ما ريحش من ساعة البطولة الأفريقية لغاية يومنا هذا، وبيتفادى أخطاء كتيرة. الأهلي ابتدى يتفادى أخطاء في الماضي، وليس الماضي البعيد، لا الماضي القريب. فأنا شايف إن الأهلي في تحسن، والبطولة العربية من غير النادي الأهلي غير ناجح، هيبقى 3-1. المواجهة إن شاء الله الأهلي موفق، والأهلي دائما مشرف للكرة المصرية والعربية بصفة عامة، وإحنا كأعضاء سعداء جدا جدا بفريقنا، وبندعمه دعم سخي ومعاهم على طول الخط إن شاء الله، وربنا يوفقهم دائما. الأهلي بالتأكيد أقوى بكثير، لأنه فريق متكامل وفريق بيلعب لعب جماعي، مفيش أنانية ومفيش فردية، كل حاجة فيهم حلوة جدا بهم حقيقة يعني إن شاء الله. طيب، بمناسبة الحديث يا عزيز إبراهيم عن البطولة العربية، الاتحاد السكندري مع الترجي 1-1 هنا في القاهرة. والحقيقة الناس كتير كانت مشفقة على الاتحاد لأنه خارج من ماتش مؤلم مع نادي الزمالك، ولكن 1-1 في ظل الظروف دي البعض يراها جيدة، وإن كنت 0-0 كانت أفضل إذا كان في ماتش عودة، لكن بإذن الله الاتحاد يستطيع أن يفعلها بإذن الله. النهاردة أنت جاي بقى بتقول بكرة هنبقى مساعد بنواجه النجمة، النجمة اللبنانية. والكرة اللبنانية هي كرة غامضة عن
عن المشاهد المصري، بس عايز أذكر ما الكرة الأردنية كانت غامضة في البطولة العربية، فعايزين نحتاط جامد جدا. عندك القائمة اللي ممكن هنلعب بيها بكرة ولا لسه ما نزلتش؟ لا، الأهلي اختار ال 28 لاعب اللي سجلهم في البطولة العربية كلها، وساب مكانين لشهر يناير. منذ قليل أعلن الجهاز الفني اختيار ال 28 لاعب، هقوله لكم: إكرامي والشناوي وعلي لطفي لحراسة المرمى، صبر رحيل وعلي معلول وكوليبالي وسعد سمير وأيمن أشرف، محمد نجيب ومحمد هاني وأحمد فتحي وكريم ندفد وأكرم توفيق وهشام محمد وحسام عاشور وعمرو السلية، صلاح محسن ومروان محسن ووليد أزارو ووليد سليمان ومحمد شريف ومؤمن زكريا وميدو جابر وأحمد حمدي وناصر ماهر وأحمد حمودي وأحمد الشيخ وإسلام محارب، وساب الأهلي مكانين فاضيين ليناير إن شاء الله. دي قائمة الأهلي اللي بيخوض بها بقى البطولة العربية كلها. يمكن ساب المكانين ليناير، المفترض أنه جونيور أجاير إن شاء الله يكون اقترب من الشفاء لغاية مرحلة يناير فيسجل في القيد الثاني للبطولة العربية. كنت هتجيب حد بقى ولا حاجة؟ بالضبط. طيب، المهندس عدلي أشار إلى تعادل الاتحاد السكندري مع ضيفه الترجي التونسي، لكن بقية النتائج في هذا الدور بقى في مباراة الذهاب في البطولة: العين الإماراتي خسر في الجزائر من وفاق سطيف 1-2 وكسب العين في مباراته في ملعبه 1-0. الجيش السوري خسر في السودان من المريخ 3-1. الجوية العراقي خسر في ملعبه من اتحاد العاصمة الجزائري 1-0. الرفاع البحريني بيلعب النهاردة مع مولودية الجزائر في البحرين، خسر الرفاع البحريني خسر 2-1. النفط العراقي هيلعب بكرة مع الصفاقس التونسي في العراق. السلام زغرطة اللبناني هيلعب بكرة مع الرجاء المغربي في بيروت. الوداد المغربي في الدار البيضاء بكرة هيستضيف أهل طرابلس الليبي. يوم السبت الزمالك هيستضيف القادسية الكويتي. المريخ السوداني هيستضيف الجيش السوري في مباراة العودة. النجم الساحلي التونسي هيستضيف الرمثة الأردني. الهلال السعودي يوم الحد هيكون مستضيفا للشباب العماني. الإسماعيلي هيلعب مع الكويت الكويتي في الإسماعيلية يوم الحد. النصر السعودي هيلعب في ملعبه مع الجزيرة الإماراتي يوم الاثنين. وفي نفس اليوم الأهلي هيلعب مع النجم اللبناني في برج العرب. الاتحاد السعودي في جدة هيواجه أو يستضيف الوصل الإماراتي. المحرق البحريني مع الأهلي السعودي دي تأجلت ليوم السبت 25 أغسطس الحالي. النجم اللبناني هو وصيف الدوري في بلاده، تعاقد مؤخرا مع مدرب صربي بوريس بونياك لقيادة الفريق. النجم أعلن في صفحته أن أولى مهام المدرب الصربي هتكون في 13 أغسطس على استاد برج العرب مع الأهلي. إذن بونياك الصربي بيقود النجمة في أول ظهور ليه أمام الأهلي في برج العرب يوم الاثنين. المدرب الصربي بونياك سبق له تدريب منتخب الكويت وأندية الشعب الإماراتي والنصر والعروبة في سلطنة عمان والعربي والجهراء في الكويت، يعني عنده خبرة عربية جديد على أجواء البطولات العربية والفرق العربية. أيضا تعاقد النجمة مؤخرا مع اللاعب الدولي السوري أحمد ديب اللي هيلعب مع الفريق في مباراته اللي جاية إن شاء الله. سبق للديب أنه لعب مع الفتح السعودي ومع الوحدات الأردني ومع كفر سوم أيضا في الأردن، ولعب مع العربي والسالمية في الكويت، يعني لعب عنده رصيد من الخبرات بيدعم به النجمة صفوفه في مواجهة الأهلي. هتكون المشاركة الأولى للديب السوري في يوم الاثنين إن شاء الله. اللعب بعد ما وقع عقد قال: شرف كبير لأي لاعب أن يمثل نادي النجمة اللي بيمتلك أكبر قاعدة جماهيرية في لبنان والبلاد العربية. وقال الديب: إن شاء الله هكون عند حسن الظن وهتمنى من الجماهير أنه تقف جنبي في هذه البطولة. قائمة الفريق، احنا قلنا قائمة الأهلي اللي أعلنها الجهاز الفني زي ما قلت لحضراتكم في الـ 28 لاعب، لكن قائمة الفريق اللبناني: بوريس بونياك المدير الفني، حسين حمدان مساعد المدرب، خالد الحمصي مدرب حراس مرمى، عباس حسن وعلي السبع ومحمد بشارة دول حراس المرمى، أحمد ديب الوفد السوري الجديد على الفريق، معاه علي حمام وأمير الحصري
وأدوين منسو وحسن بيطار وحسين شرف الدين وقاسم الزين وماهر صبرة، دول كتيبة الدفاع. أحمد جلول وأكرم مغربي وعلي بزي وعلي موفق الموسوي وأندرو صويا وحسن العنان وحسن معتو، إدريس نيانج ومهدي الزين ونادر مطر، دول لاعبي خط الوسط. علي الحاج وعلي سلمان علاء الدين وبرنارد أرثر وحسن المحمد وكريم درويش وخليل بدر ومحمود كعوار ومحمود سبليني، دول مهاجم النجم اللي بيواجه بيهم الأهلي يوم الاثنين إن شاء الله. باشمهندس، واضح أنه يعني القائمة كده مكتملة بتاعته، ولكن تفتكر مين الأهلي جاب كم جون في البطولات العربية اللي اشترك فيها؟ 99. مين بقى اللي هيكون صاحب الهدف رقم 100؟ مين اللي وهل هيكون المية بقى؟ وهل يا ترى هنشوف الهدف المئة وده أمام النجمة بإذن الله ولا إيه؟ طيب، الأهلي لعب في البطولة العربية 51 مباراة، كسب 30، اتعادل في 13، وخسر 8، له 99 هدف وعليه 40. هتجد دايما النسب في كل بطولات الأهلي تكاد تكون واحدة، نسب الفوز وعدد الأهداف المحققة وعدد الأهداف اللي داخل فيه، هتبص تلاقيها تكاد تكون قريبة من بعضها. لكن ستدهش لما تعرف مين هو هداف البطولات العربية، هداف الأهلي في البطولات العربية. أحمد كشري. أوه. أحمد كشري رغم أنه ما لعبش مدة طويلة في النادي الأهلي. مزاجك عالي قوي. ها؟ مزاجك عالي أنت. لا، أصل أحمد كشري أنا فاكر هقول لك حاجة. كنت قاعد مع كابتن محمد رمضان وكنا بنجيب أحمد كشري. أيوه. وبعدين اتفوضنا وضغطنا وخلصنا فرحانين بقى. من الشرقية للدخان. من الشرقية للدخان. بعدين محمد رمضان بيتكلم الكابتن صالح بيبشره بقى، بيقول له خلصنا كشري وبتمن كويس. كابتن صالح فلقيته بيعمل لي ازاي؟ يا كابتن باذن الله يبقى لعيب كويس ازاي؟ كابتن صالح بيقول له ده لعيب متضامن، ده لعيب كويس. ها؟ فلقيت رمضان بعد ما قفل قال لي وبعدين يا كابتن عدلي ده بيقول لي انت ضامن؟ هو الكوره فيها ضمان؟ قلت له باذن الله لعيب كويس، ده هدف فرقته بقى له كام سنه وجاب كده. واول مشوار له كان البطوله العربيه اللي في تونس، رغم ان احنا ما كملناش، هو هداف الفريق. ايوه. ورجع بعد كده لعب معانا كذا بطوله عربيه، كان الهداف بتاع الفريق باستمرار. بالظبط. جايب 13 هدف. بالظبط. بعديه الكابتن هادي خشبه ب8، كابتن حسام حسن 7، وليد صلاح 7، علي ماهر 7، فيليكس 5، عادل عبد الرحمن 5، بس احمد فيليكس في بطوله ما لعبهاش والكابتن حسام في بطوله ما لعبهاش، اللي كانت هنا البطوله في مصر اللي احنا منظمينها. ليه؟ كان كابتن حسام موقوف، كان كابتن احمد فيليكس جه متاخر يوم وكابتن صالح قال ما يخشش على الفريق. بمناسبه الكابتن هادي خشبه، الحقيقه فاتنا في البدايه ان شاطر الكابتن هادي خشبه العزاء او الاحزان في وفاه خاله الدكتور سيد خشبه رائد الطب الرياضي في مصر، رحمه الله عليه طبعا، واحد من اعلام الطب الرياضي في مصر، ترأس اللجنه الطبيه في اللجنه الاولمبيه لسنوات طويله، اشرف على البرامج الطبيه للبعثات الاولمبيه في الدورات الاولمبيه وبطولات العالم لفترات طويله جدا، كان له اسهامات كبيره في ومؤلفات ومحاضرات في الطب الرياضي، خلق جيل جديد من الاطباء مهتمين بتاهيل الرياضيين وحمايتهم ورعايتهم. توفي بالامس الدكتور سيد خشبه رحمه الله عليه، وللكابتن هادي ولكل الاسره الصبر والسلوان. كان راجل رحمه الله عليه ده مثل الخلق. صحيح. وقال خشبه فيهم هذه علامه يعني عارف. طبعا. بس انا بدي لك السمات كلهم، صوتهم واطي كلهم. صحيح. يعني فيهم هذه الحلاوه في السلوك. ايوه. رحمه الله عليه، يعني كل التعازي وطلب المغفره والرحمه له. الاهلي في كل مكان لازم تلاقيه، اي بطوله بيشارك فيها، ودي القيمه الحقيقه. الاهلي الزعيم في كل حته، الاهلي البطل في كل مكان. اي محفل هيشارك فيه الاهلي على المستوى المحلي، النبي لو لعب في بطوله محليه لازم هيكون هو رقم واحد، راح شارك في بطولات خارجيه هتلاقيه هو رقم واحد،
شارك في بطولة عربية إقليمية هيبقى رقم واحد. هي دي قيمة الأهلي يا جماعة، إنه باستمرار لا يرتضي إلا الصدارة. البطولات العربية لما الأهلي إدى ظهره للاتحاد الأفريقي بعد كارثة مباراة السوبر في جوهانسبرج بين الأهلي والزمالك، واتجه الأهلي بقوة للبطولات العربية وعمل على إعادة بعثها ورعايتها، كان الأهلي صاحب الرصيد الأعلى من البطولات العربية. الأهلي عربيا بطل أبطال الكؤوس عام 95، بطل أبطال الدوري في القاهرة أيضا 96، بطولة النخبة أو السوبر في المغرب 96، بطولة النخبة العربية السوبر في تونس 97، عشان يكون الأهلي أفضل الأندية المصرية حصدا للألقاب العربية. أنا يعني وضعت في هذا الاختبار. أي أول بطولة عربية ننظمها في القاهرة؟ اخترت مديرا للبطولة. كنت مدير النادي وقتها. كنت مدير النادي. ما فيش أي خبرات قبل كده أو ما حضرتش بطولات قبل كده، وطبيعة الفرق العربية التصرف معاها. فرحت حطت يا إبراهيم سؤال واحد: ماذا تريد الفرق منذ لحظة الوصول حتى لحظة المغادرة؟ وعليها جاوبت بقى على كل الأسئلة. عايزين يركبوا طيران مريح، عايزين إجراءات سهلة في المطار، عايزين مواصلات سهلة وتنقلات، عايزين إعاشة طيبة، عايزين يخشوا اللوكاندا ما يقعدوش كتير عشان يطلعوا وادهم، عايزين الاي دي ما يتعذبوش فيه عشان يرتاحوا، عايزين عايزين عايزين. واتشكلت مجموعة من اللجان. انا فاكر لجان رائعة. وعملنا بطولة نموذجية لدرجة ان احنا كنا بنطلع مع الطيارة اللي هتجيب اي وفد حد من الجوازات بيخلص لهم الاجراءات يعني، والطياره بتعمل لاندنج بينزلوا يخرجوا على باب الخروج على طول. أيوة. يكون باسبوراتهم مختومه ومتراجعه وكل حاجه. يخش على الاوتيل كان قبلها المفتاح. كنت بقول لهم ايه، ابعتوا بس اسامي كل ناس هتقعد مع بعضها في الاوض قبل البطوله باسبوع، ابعت لي قيمتك ووزع اللعيبه على اللواب. يخشوا ولقوا ترابيزه كده كل اتنين في اوضه ياخدوا مفتاحهم ويطلعوا. شوفوا اساميهم ويطلعوا. وانت البطوله دي اكتشفت مجموعه من الكوادر منهم اعتقد المهندس خالد مرتجى. اول بطوله كان هو الكابتن الخطيب رئيس لجنه العلاقات العامه، وهو كان بيساعده او المقرر كان خالد مرتجى، وانت دلعته اياميها المكوك. المكوك سميته المكوك لانه الحقيقه بص بقى قيمه النادي الاهلي، كابتن صالح سليم رئيس النادي، والناس اللي بره النادي تعتقد انه ما دام كابتن صالح سليم رئيس النادي فالخلاف التاريخي له مع الفريق مرتجي، فبالتالي المهندس خالد مرتجي مش هيعمل في الاهلي او مش هيقوم باي جهد تطوعي في وجود الكابتن صالح. شوفوا بقى رعايه الكابتن صالح للمهندس خالد مرتجي وتقديمه ككادر اداري ناشط جدا من خلال البطوله العربيه اللي قدمت كل هذه الكوادر يا باشمهندس. اقول لك حاجه تانية بقى. لما رحنا هنلعب ريال مدريد. ايوه طلعت طياره خاصه 2001. 2001. فانا كنت برضو اللي هجيب الفريق، وطلع معايا محمد سرحان. لا خالد مرتجي. خالد مرتجي جاء، محمد سرحان كان هنا. أيوة. معاه هنا. في مصر، لكن اللي طلع في الطياره معانا خالد مرتجي، لانه كان هو اللي هيرافق الفريق، وانا كنت مرافق لدي ستيفانو الرئيس الشرفي لريال مدريد. فبرضه زي ما انت بتقول خد نفس الفرص وخد نفس وكان الكابتن وقدم نفس المجهود. يعني انا ايامي الكابتن صالح كان في لندن. أيوة. وقال لي تعالى لي على لندن واطلع على اسبانيا قبل الطياره وارجع بيها. ودي ليها قصه ثانيه. فالمهم يعني فعايز اقول لك اللي انت بتقوله ده صح، النادي يستفيد من اولاده. بالظبط. ويهيئهم للكابتن صالح بخل عن خالد مرتجي انه يديله فرصه، ولا خالد مرتجي بخل عن النادي الاهلي متطوعا انه يقدم مجهود في بطوله زي كده كان الاهلي بيصبو من وراءها في الوقت ده، انه يثبت للاتحاد الافريقي ويثبت للكل انه الاهلي لما بيدخل بطوله عملنا قادر بطولة على انه يجعلها الانجح جماهيريا. وبرضه
البطوله. الاهلي نظمها على مستوى البطولات الكبيره. لا احنا انا اقول لك حاجه. وقتها كان الرئيس حسني مبارك. فطبعا انا كان كل الهاجس بتاع كان الترتيب ان ال 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 الجوائز هتتوزع في ارض الملعب. ايوه. وبعدين سمعت همهمه ان احتمال الرئيس يحضر. ايوه. عايز اقول لك ان انا اتفقت مع المهندس هشام سعيد بنينا منصه في 12 ساعه قدام المقصوره عشان الناس تطلع تستلم جوائزها من على المنصه. من على المنصه. 12 ساعه طول الليل في الاستاد. في الاستاد. وطبعا لما حازت البطوله دي كانت مفاجاه للجنه المنظمه العليا. كنا بنجتمع الصبح ونجتمع بعد الظهر. الصبح مع اللجنه العليا العربيه، وبعد الظهر انا مع اللجان بتاعت النادي الاهلي نشوف ترتيبات اليوم الثاني هتمشي ازاي. يعني عايز اقول لك البطولات العربيه اللي اتنظمت الحمد لله في النادي الاهلي كان قادر يسيب بصمه حتى على مستوى التنظيم والنتيجه. ربنا بقى ادالك النتيجه. ايوه. ربنا ادالك النتيجه اللي ما كانش ينفع انك ما تكسبش البطوله دي، يعني مرتين ورا بعض. مره بالهدف الذهبي لاحمد نخله. ايوه. ها؟ ومره لماتش الطياره بالهدف التاريخي بتاع وليد صلاح. وليد في الاولمبيك خريبكا المغربي. لا يعني في حاجات ذكريات كتيره في البطولات العربيه ارجو انها تتكرر. كان نخلة في الهلال السعودي قبل النهائي، ووليد في الرجاء المغربي. ها؟ في النهائي. يا اما انا بقول لك وصلنا بالهدف الذهبي. ايوه. نخلة. وكان اول مره نظام الهدف الذهبي ان في الاكسترا تايم اللي يجيب جون خلاص الماتش يخلص. فالحمد لله كثير من الذكريات. وجون الكابتن مجدي طلبه من الكورنر اللي رفعه وجابه برضه وسمير كمونه. يعني في اهداف عربيه السوبر. لا ده السوبر ده الدقيقه زائد 90 دي. كنا بنلعب مع الرجاء في بره. ايوه. وخلاص 0-0 او 1-1 كانت. كان 1-0 هم غالبين. اتعادلنا وبعدين كسبنا في دقيقه واحده او في دقيقتين. سمير كمونه وكابتن هادي خشب. اذا هو الاهلي زعيم العرب، كلما تواجد في بطوله اضفى عليها هذه الاهميه واضاف اليها الكثير من الشعبيه والجماهيريه. الاهلي يوم الاثنين ان شاء الله يلاحق النجمه في سماء العرب في برج العرب في بطوله العرب. نتمنى لهذه البطوله ان تسهم ولو باي قدر بسيط في مزيد من اللحمه العربيه. اعتقد بين العرب ما عادش فيه الا كوره. ما الكره دي تفرق يا تجمع. فماذا تفعل في كيان يعني مشتت؟ يعني بالأصل. يعني عايز اقول لك حاجه. المدهش انك انت في روسيا. في اضواء في اجواء ملتهبه على الصعيد السياسي على مستوى العالم. كانت من اعظم البطولات في الروح الرياضيه والبهجه والمهرجانيه والسلوك الرياضي القويم. بطولة كانت رائعة جدا رغم المفاجآت القاسية، وطلعت منتخبات مصنفة من الأدوار الأولى. يعني ده جون سمير كمونة شوارب. أيوه أدي سمير كمونة شوارب بيراضيك النهاردة. أيوه 2-0 دي مباراة 2-0. المدهش إن إحنا كنا جبنا سمير كمونة وأحمد نخلة من المقاولين العرب. أيوه الموسم ده. أيوه فواحد جاب السوبر والتاني خلانا وصلنا الفاينل اللي هو كان كابتن احمد نخله. بطوله العرب وهم جايين من المقاولين العرب. ايوه. فجايين جاهزين يعني. مفيش غربه. جايين مبنيين وجاهزين. اذا هو الاهلي زعيم العرب يستعد للقاء النجمه في بطوله العرب في برج العرب مساء الاثنين القادم ان شاء الله. كل التوفيق. بدايه قويه. كل التوفيق ان الاهلي باذن الله تعالى يتعامل مع النجمه بمنتهى الحذر بمنتهى الاحترام بمنتهى التقدير بمنتهى الحذر الشديد لقوه منافس عربي شقيق. ده مؤكد موجود. كل الامل من الجماهير اللي هتحضر باذن الله في برج العرب مزيد من المؤازره ومزيد من التدعيم لفكره وفرصه عوده الجماهير للمدرجات. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل الفقره المهمه جدا جدا الأهلي الهوية
والتاريخ. اللي عايز يعرف ليه الأهلي بطل دلوقتي يتابعنا بعد الفاصل. رجعنا لكم مع فقرة يعني بتلخص أو هتعرفوا منها هو احنا ليه مهتمين قوي بحتة هوية الأهلي ومبادئه وقيمه. والحقيقة يمكن وأنا بتفرج على التلفزيون كده بالصدفة برنامج مع الإعلامي اللي أنا بحبه أسامة كمال في حلقة كده مع الفنان محمد صبحي ومجموعة أخرى، لفت نظري أن محمد صبحي قال كل الكلام اللي أنا نفسي أقوله للناس. هو إيه أهمية قلبة دماغنا يا عم عادل في ملك وكتاب أنت وإبراهيم، القيم والمبادئ والتقاليد والتراث والهوية والثوابت، وسايب لنا حاجات ما بتردش على ده والده وده، لأن هي دي المعركة الحقيقية. وهتشوف دلوقتي يا أستاذ إبراهيم أنت عملت لنا منتج جميل، في أقل من دقيقة الناس هتفهم يعني إيه اللي إحنا نقصده وبعدين نناقشه بالتفصيل. فأعتقد نشوف الفنان محمد صبحي وهو يترجم ما يدور في أذهاننا. مجموعة الحاجات دي، العادات والتقاليد والقيم والأخلاق دي، بتتنقل مع الحضارة. لو تخلت عن الحضارة، الحضارة دي بتبهت وتبوظ. وما يميز أي شعب هو تمسكه بتراثه. بمعنى لما نتكلم عن الهوية، الهوية هي عبارة كل الموروثات دي اللي جيل بينقل عن جيل. أول ما تصطدم بفكرة التقاء الحضارات والتقاء الثقافات، على طول تقول الشيء العظيم في التقاء الثقافات الشيء الطبيعي، انك بتاخد اعظم ما في اللي قدامك، ما يتناسب مع قيمك ودينك وقيمك وسلوكك وكل حاجه في مجتمعك، ترفعك وترفع هذا الموروث التراثي. اول ما تاخد او تقلد اسوأ ما فيهم فانت بتبقى شيء مسخ، انت فقدت هويتك. يعني الفنان محمد صبحي كان يتحدث عن الثقافة، ولكن الثقافة الكلام ده يترجمها، الحياة الكلام ده يترجمها، القبيلة الكلام ده يترجمها، الشعوب، الأوطان، الرياضة. احنا معنيين بجزء اللي يخصنا في الرياضة. فالنادي الأهلي اللي عمره يتجاوز 110 سنة عبر السنين دي حصل تراكمات كلها شبه بعض، كلها انطلاقها تمسك بحاجات محددة شكلت مجموعة من القيم والتقاليد اللي لا يصلح الخروج عنها، لأنها شكلت هوية النادي الأهلي والدستور الغير مكتوب الذي ينبغي أن نحافظ عليه جميعا. لذلك كانت غيرتنا على كلمة مبادئ وقيم، وحرص الآخرين أنهم زي ما قال كده الفنان محمد صبحي ياخدوك، عشان واحد يقولك تتساوى الرؤوس والتاني يقولك أبينا شبه بعض. لا، احنا لو في حاجة عدلة تتسق مع مبادئنا وقيمنا أهلا وسهلا، لكن مش هنضحي لا بقيمنا ولا بثوابتنا، لأن دي هويتنا واللي أوصلتنا إلى هذه المكانة الفريدة. يعني انتظر منك يا استاذ ابراهيم تقول لي انت متفق مع قاله هذا الفنان العظيم ولا لا. بصوا بقى، الناس وهي بتبص للنادي الاهلي تبص له من الكلمتين اللي قالهم الفنان محمد صبحي، واللي الحقيقه استقبلهم المهندس عادل القيعي بمنتهى الحماس والغيره، ولقيته بيكلمني على الفور. سمعت محمد صبحي كان بيقول كذا، وكان فريق الاعداد مشكورا زميلنا شادي صبري بصراحه اشكره جدا، يعني قدر يحط ايده على هذا الفيديو بهذه العبارات المفسره من الفنان محمد صبحي لقيمه النادي الاهلي ولاختلاف النادي الاهلي. فكره ان احنا اولاد النهارده دي مش في النادي الاهلي،
احنا مش ولاد النهارده، احنا اسياد النهارده، لكن احنا اسياد الماضي واسياد التاريخ وصناع الحضاره. احنا كنادي اهلي، احنا كمصر، احنا كقيمه يمتد جوهرها البطولي المتميز من هذا الجذر الطويل جدا جدا. بتتكلموا على نادي من 111 سنة أضاء هذا المحيط وهذا الإقليم وهذه المنطقة بمعاني ومبادئ وقيم رياضية. بتتكلموا على كيان من طلعته أرسى مبادئه. أي حد هيقول مفيش حاجة اسمها مبادئ ما بيحبش النادي الأهلي، ما بيحبش حاجة قيمة كبيرة في مصر من الآخر. لأنه يعني إيه مبادئ؟ بصوا الفنان محمد صبحي قال إيه؟ قيمة المجتمعات الناهضة القوية المتميزة لما بتنتقل من حقبة لحقبة بتنتقل بثقافتها وبالعمق بتاعها اللي بيفسر ويسند اللي جاي. أنتم متخيلين لو حد جديد تواجد في منطقة أول مرة يتواجد فيها، خلفيته عنها زيرو، منتظر منه إيه؟ لكن حد عنده هذا التجذر وعنده هذا السند وعنده هذا الإرث الحضاري الكبير اللي فنان مثقف زي محمد صبحي قال بينتقل معاه جيلا بعد جيل وحقبة بعد حقبة وزمن بعد زمن، فيخليه دايما وأبدا ظهره مسنود جامد، مش ظهره مكشوف. مش الأهلي مش ولاد النهاردة، الأهلي من أسياد النهاردة وأسياد الماضي، ولولا كان له هذا الماضي العظيم لولا قدر يستمر بطل حتى النهاردة. فكرة انك انت حتى لما بنتكلم على المبادئ ان كل العظماء اللي بنوا النادي الاهلي شايفين دول كانوا نبلاء هذا العصر وعظماؤه، كان رواد الحركة الوطنية، كانوا اللي بيدافعوا عن استقلال مصر وبالتالي استقلال المنطقة العربية كلها، كل دول اللي كانوا مش على الحضارة الحقيقي في مصر والأمة العربية، دول رموز النادي الاهلي اللي بطل من ابطالهم ورمز من رموز الحركة الوطنية عبد الخالق باشا ثروت احد رؤساء النادي الاهلي ومؤسسيه. عايزين تعرفوا يعني ايه مبدا ويعني ايه مبادئ الاهلي للناس اللي ما بتفهمش حاجه؟ تعرف عبد الخالق باشا ثروت وهو بيحتفل بنشاه النادي الاهلي وهو رئيس النادي، هو رئيس النادي في ختام اعمال الجمعيه العموميه ما نسبش حاجه لنفسه. اللي عايزين يفهموا يعني ايه مبادئ الاهلي، الناس اللي بتقول مفيش حاجه اسمها المكان مفيش مكان له مبادئ، لو النبي بلاش جهل. ده كيان بقيمته بحضارته بمبادئه اللي نشأت معاه. ان انتوا تلاقوا المبدا الاول انكار الذات وتقديم الفضل لصاحب الفضل، ومفيش حد بيقفز على حق من سبقوه، حفظ الحقوق لمن سبق كان من أهم المبادئ لدى مؤسسي النادي الأهلي وعظمائه. بقول لكم الموقف الأول لعبد الخالق باشا ثروت، عشان لما يجي دلوقتي رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب في حفل التكريم الأخير للأبطال الرياضيين يقول وهو بيكرم الأبطال الفائزين بهذه البطولات، يقول ونشكر المهندس محمود طاهر رئيس النادي السابق ومجلس إدارته لأنهم كانوا شركاء فيما تحقق من إنجاز، لأن هذا الموسم المنقضي البطولات اللي هي 296 بطولة تقريبا، دي قيمة من قيم النادي الأهلي بالظبط، هي ديت اللي هتفسر اللي أنا هقوله لكم. الخطيب يشكر محمود طاهر ويقول مجلس إدارة الأهلي السابق شارك في هذا الإنجاز لأنه اشتغل نص موسم، اشتغل لغاية نهاية نوفمبر لحين إجراء الانتخابات، لا وكون فرق وعمل، ما فيش حد بيشتغل من فراغ بالظبط. هو ده النادي الأهلي يا جماعة، اللي هو التالي بيحفظ السابق ويحتفظ له بهذا الفضل. شوفوا اللي بيقوله محمود الخطيب ما اختلفش عن عبد الخالق باشا ثروت، واللي قاله قبل كده المهندس محمود طاهر ما اختلفش عن الكابتن حسن حمدي والكابتن صالح سليم، ولا يجب أن يختلف، ولما يختلف هنقول لا هذا السلوك لا ينم عن مبادئ النادي الأهلي. لكن على مبادئ النادي الأهلي لازما مسؤوليتنا ومسؤولية مالك وكتابة البحث دائما في الجذور وتفسير الحالي على نسق تاريخي. هقول لكم اللي قاله عبد الخالق باشا ثروت وهو بيحتفل بتأسيس النادي الأهلي
وهو رئيسه هتشوفه مش جديد انه رئيس الاهلي الحالي يشكر من سبقه. ادي صوره الحفل الاخير للتكريم والكابتن الخطيب وهو يشكر المجلس السابق. ليه؟ لانه شارك في هذا الانجاز. هنرجع كتير لورا، مش كتير قوي يا شوارب، هنرجع لسنه 19. سنه 19 يعني 90 سنه، 6 فبراير 1919. عشان كل اهلاوي يزهو ويفخر بالاهلي بجد ويعرف ان الاهلي غير، الاهلي هو اللي مختلف، الاهلي هو القيمه، الاهلي هو صاحب هذه الهويه. عبد الخالق باشا ثروت في اجتماع الجمعيه العموميه للنادي الاهلي يوم 6 فبراير 1919 من نص محضر مجلس الاداره اللي قدام حضراتكم، عشان ما بنقولش حاجه من عندنا، ده بخط يد كاتب الجلسه في هذا الاجتماع. بيقول عبد الخالق باشا ثروت: الان وقد انتهينا من اعمال الجمعيه العموميه، فاني انتهز هذه الفرصه لالقي على حضراتكم كلمه عن تاريخ هذا النادي. شوفوا العظمه والفخر. فان تفضلتم وسمحتم بذلك، فان اول ما ينطق به لساني في هذا الحديث هو اسم المرحوم عمر لطفي بك. بصوا العظمه. ذلك لأنه الواضع لهذا النادي وصاحب الفكرة في تأسيسه. وبيقول عبد الخالق باشا ثروت: كان المرحوم عمر بك لطفي وكيلا لمدرسة الحقوق، وكنت في ذلك العهد موظفا بوزارة الحقانية، فكنت معه بحكم وظيفتين في علاقة مستمرة، وكان رحمه الله على ما تعلمون كثير الاشتغال بأمور الشبيبة. كان عمر لطفي مهتم بالشباب قوي، عظيم الاهتمام بأحوالهم وبكل ما يعود عليهم بالفائدة. وحضر ذات يوم وقال لي إنه كثيرا ما فكر في أحوال طلبة المدارس العليا وكيفية تمضيتهم لأوقات فراغهم وفي علاقات خريجيها بعضهم ببعض، فرأى أن بعضا من الطلبة يقضون أوقاتهم في المحال العمومية ليس لهم من أنواع الرياضة غير الجلوس في القهاوي، وأن البعض الآخر وهو من يرى الترفع عن ذلك يعتكف في منزله، وأن الطلبة بمجرد إتمام دراساتهم واشتغالهم بأمور معاشهم إذا ما تفرقوا في البلاد وبعدوا عن القاهرة انقطعت بينهم أسباب الألفة وأصبحوا غرباء بعضهم عن بعض. شكى إلي تلك الحال وما يترتب عليها من المضار الأدبية والمادية، وقال إنه يرى خير دواء لها تأسيس فناء في منطقة أو في نقطة صحية خارج المدينة تكون منتدى لطلبة المدارس العليا ومتخرجيها، يقضون فيه أوقات فراغهم ويتمرنون فيه على الألعاب الرياضية، ويكون للطلبة الذين قضى عليهم جهاد الحياة أن يكونوا خارج القاهرة واسطة في الاجتماع بإخوانهم المقيمين فيها كلما سنحت لهم فرصة العودة إليه. بيقول عبد الخالق باشا ثروت: لم أتردد لحظة في الحكم بأن تحقيق هذه الفكرة هو خير ما نخدم به الشبيبة المصرية، ولكني لا أخفي عليكم أن أملي في نجاح المشروع كان أقل بكثير من تخوفي من عدم إمكانية تنفيذه أو من سقوط النادي بعد تأسيسه. عبد الخالق باشا ثروت بيقول حلم عمر لطفي وهو بيقوله لي عن نشأة النادي، أنا بصراحة كنت مقلق قوي وما كنتش فاكر الفكرة هتنجح. بقول وعذري في هذا التخوف أني جربت في حكمي هذا على قياس الحاضر بالغابر والمستقبل بالماضي، فكم من مشروعات وطنية قامت بضجة عظيمة وأقبل عليها الناس أيما إقبال، لكنها ما لبثت أن أخذت في التلاشي والفناء حتى أصبحت أثرا بعد عين، ولم أرد مع ذلك أن أثبط همته بمخاوفي هذه، وقلت في نفسي لعل في هذه الحركة بركة، واتفقنا على العمل. فسعى رحمه الله حثيثا حتى وفق في تشكيل نقابة أخذت على عاتقها دفع المال لتأسيس النادي، وقد تأسس بالفعل. بصوا عبد الخالق باشا ثروت هو رئيس النادي و1919، يعني كان الأهلي عنده 12 سنة فقط، وهو واحد من المؤسسين وبيكلم الجمعية العمومية. لا نسب حاجة لنفسه، لا نط على الفكرة، لا قال ان ده قال انا كنت متخوف انها تنجح. قال صراحة يا اخي، ما قالش انا ايه ده اتحمست وحطيت ايدي في ايده، لا
قال لهم بصراحه عايزين الراجل طرحها عليا كنت قلقان وشايف ان مش هتنجح. عايزين نتوقف عند مجموعه من المعاني في نشاه النادي الاهلي. طيب عمر لطفي هو اللي فكر، هو اللي اجتهد، هو صاحب الجهد في التنفيذ. هو اول رئيس للنادي؟ لا. هل سعى لرئاسه النادي؟ خالص خالص. ليها معنى. صحيح. انكار الذات. صحيح. اتنين، عبد الخالق باشا ثروت يتحدث عن ايه؟ عن فضل اصحاب الفضل ويرد غيبه الغائب. ها؟ مين بيعمل كده النهارده؟ ده كل واحد عايز ياخدك كتف عشان ما تتصورش. وهو الرئيس الثالث. ها؟ هو الرئيس الثالث. لكن طب هو النادي الاهلي نشا بفكر ايه؟ شوف شوف الفلسفه والفكره جت ازاي لعمر لطفي. يقول لك ايه؟ الطلبه انا مشغول بيهم، بيتفرقوا، ما يعرفوش بعض، عايزين حاجه تجمعهم. فكره التلاحم والعمل الجماعي، الاستمراريه في العلاقه. ما لقاش انبل من الرياضه ان تكون مدخلا لجمع الشباب لتحقيق هذا الهدف. فكان النادي الاهلي وليده هذا الهدف النبيل. ايه تاني؟ لما تيجي بقى الكل يتسابق في تكريم عمر لطفي الذي لم يكن رئيسا للنادي الاهلي. خلي بالك، يفكرك ده بايه؟ بمختار التتش، انه برضه لم يكن رئيسا للنادي الاهلي. ايوه. ها؟ ولكن كل الناس لما تتكلم عن الذي وضع لبنه، مش لا ما وضعش اللبنه، هو الذي دعم واسس، اول ما تقول مبادئ يقفز الى ذهنك مختار التتش، والكل يسارع في تكريمه، والكل يسارع في انه يجيب سيرته. ما هي دي قيم النادي الاهلي. النهارده لما تيجي احمد شوقي باشا، ايوه، امير الشعراء، لماذا يتذكر رجل دي حكايه زي عمر لطفي؟ دي حكايه ثانيه. يعني لماذا يتذكره ويخلده في قصيده رائعه هتقرا لنا اجزاء منها؟ بصوا قيمه النادي الاهلي، بصوا الهويه اللي اتكلم عليها الفنان محمد صبحي. ما تمسكش ازاي يعني ايه اللي يخليني اتجاهل هذه العظمه؟ نادي نشأ عن فكره نبيله لتحقيق اهداف انبل، بناس انكرت ذاتها واخرين احترموا الذين انكروا ذاتهم فوضعوهم قبل انفسهم عندما تذكر اصحاب الفضل. كل القيم النبيله دي، انا بقول فين قيم النادي الاهلي؟ يعني ايه قيم ومبادئ النادي الاهلي؟ ما هي دي يا جماعه. هو لما تجد في كل مره تتعارض فيها المبدا مع النتيجه، ها، او الحرص على النتيجه، يكون انحيازك كنادي اهلي للمبدا فتتحقق النتيجه، فتتحقق النتيجه مكافاه لك. صحيح. فتصبح انت النموذج الذي يجب ان يحتذى. هو انت فاكر الناس متضايقه منك عشان كسبتها تاني؟ لا، عشان عندك انت التاريخ اللي ما ينفعش يتعمل بسهوله. ده ما فيش فيه ادعاء، انت لم تطلق الفاظا او القابا على النادي الاهلي، ولكنه انتزعها باعتراف الاخرين. كل الناس كانت تقول لك النادي الاهلي، حتى المنافس بتاعك، حتى النهارده في استوديوهات التحليل لما النادي الاهلي السنه اللي فاتت كان ماشي بشكل رائع وجماعيه، كان يقول لك اصل الاهلي مختلف، اصل الاهلي يعترفوا بالفضل. انما تيجي لحظات المكايده ممكن تسمع كلام تاني. عشان كده بقول لك لن نتوقف، مش دورنا ان احنا نستدرج لهذا الامر. مش هنخدم البلد، مش هنخدم النادي الاهلي ان احنا نبقى رد فعل، هنخدم النادي الاهلي ان احنا نذكر شبابنا هو ده الكتالوج بتاع النادي الاهلي. بس ايه بقى؟ كمان بلاش فلحسه، ما تزايدوش بقى، ها، وتضيفوا من عندكم البدع اللي عملها كل كلمه. اصل التشدد والتشدق الزائد عن الحد ان كل شيء بتربطوه بمبدا، حتى في التفاصيل الحياتيه. يعني واحد راح ما عندوش شغل، راح يشتغل في حته انا مش عاجبني، مش ضد المبادئ، اني اروح ايه؟ ما فيهاش ضد مبادئ. ضد المبادئ لما يروح هناك ويجرح فيا، يسئلك ويسئلي،
هو ده اللي ضد المبادئ، لكن انت ما استوعبتوش، ما عندوش اكل عيش يروح ياكل عيش، ما فيش مشكله. ده من مبادئ الاهلي ان اولاده لما يحترفوا عمل براه يخلصوا له. يعني النهارده الكابتن مختار كلنا نجيل له في الانتاج الحربي، ليه؟ لانه لما بيلعب النادي الاهلي بيجننا. لكن هذا هو المطلوب، هو اتربى على كده في النادي الاهلي بالظبط. عماد النحاس، اسامه عرابي، محمد عامر، علي ماهر، كل الناس دي اتعاملت مع النادي الاهلي كده. ما نزعلش بقى ونصنف في الناس الا الذي يتجاوز في حق النادي الاهلي، هو ده اللي ممكن نقول له شكرا لحد كده انت غلط. لكن ان احنا نبتدي بقى نترصد الناس، احمد ايوب دمت الخلق مثلا، راجل عايز يشتغل، طب هيروح فين؟ هيعمل ايه؟ صحيح، جات له شغلانه اشتغلها. صحيح، هيعمل ايه بقى هو بيشتغل؟ هيحترم النادي الاهلي ولا هيسئله؟ ولا هيسئله؟ هنا الكلام، وهنا الكلام ده ممكن يزعل البعض، لكن يا جماعه والله هي دي الحقيقه. المبدأ انك انت تتمسك بالاهلي اولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وعاشرا. طب ما فيش اهلي، هضطر اكل عيش، بس ما سئش الاهلي في اي مكان انا بروح فيه. بالعكس، انا مطلوب مني اوري الناس اننا تربية النادي الاهلي بالظبط، هو ده الخدمة اللي اخدمها للنادي الاهلي. ولذلك الحمد لله الاونة الاخيرة شهدت نجاح هائل لابناء النادي الاهلي في مجال التدريب والإدارة، لأنه النادي الأهلي سيد اليوم وعظيم الماضي، لأنه عنده هذه الهوية ويملك هذا التاريخ، شاء من شاء وأبى من أبى. الأهلي بالحفاظ على قيمته، على كينونته، على هويته، على قدراته البطولية، هو أفضل داعم للحركة الرياضية المصرية. ممكن أضيف بس ولن يفقدوا هذه المكانة ماتش او ماتشين او بطوله، لا عشان ما ولا يعني ولا كرة. يعني النهارده هيجي يقول لك انت عمال الناس يشتغل عليك، ما جبتش صفقات، ما جبتش صفقات، ما جبتش صفقات. طب ما انا مش محتاج اكتر من اللي عندي، او محتاج بس مش لاقي ضلتي اللي ممكن تزيد عن اللي عندي، يبقى ما جيبش. مثلا نبتدي بقى نهرتل ونرغي على لعبتنا ونوترهم. طب ليه؟ ليه؟ يا جمهور الاهلي، حب الاهلي كما وجدته بالزبط. وحافظ عليه عشان تدي لي اللي بعدك واولادك يشوفوه ويستمتعوا بيه. مش استلمته ده، لا، في النتائج ممكن تعدي، لكن على الاقل في الموروثات والقيم. أيوة. والتقاليد. صحيح. شوفوا عبد الخالق باشا ثروت وهو بيحفظ الحق، كل الحق للمؤسس وصاحب الفكره عمر بيك لطفي، صاحب فكره نشاه النادي الاهلي اللي انتوا بتحبوه واللي انتوا بتجلوه. شوف امير الشعراء اللي بيتغنى لمؤسس النادي الاهلي، مش اي حد، مش اي شاعر، مش اي واحد كتب كلمتين، امير الشعراء، امير الشعراء احمد بيك شوقي، يقول ايه عن عمر بيك لطفي في رسائه مؤسس النادي الاهلي: اليوم اصعد دون قبرك منبرا، واقلد الدنيا رثاءك جوهرا، واقص من شعري كتاب محاسن تتقدم العلماء فيه مسترى، ذكرا لفضلك عند مصر واهلها، والفضل من حرماته أن يذكر. العلم لا يعلي المراتب وحده، كم قدم العلم الرجال وأخر العمل، كم قدم العمل الرجال وأخر. وبعدين بقى يجي لعلاقته بالأهلي: يا سيد النادي وحامل همه، خلفته تحت الرزية موقرة، سبت الأهلي موقر بهذه القيمة. بصوا اللي بيتكلم ده أمير الشعراء. شاهد الأعادي كم سهرت لمجده. بصوا أحمد شوقي بيذكر فضل عمر لطفي على النادي الأهلي وسعيه ليه، لما بيقول له يا سيد النادي وحامل همه، خلفته تحت الرزية موقرة، شاهد الأعادي كم سهرت لمجده، وغدوت في طلب المزيد مشمرة، كنت عايز أكتر، ولبث عن حوض الشبيبة ذائدا حتى جزاك الله عنه الكوثرة، شبان مصر حيال قبرك شبان مصر حيال قبرك خشع لا يملكون سوى مدامعهم قرى، أسواك من أهل المبادئ من دعا للجد أو جمع القلوب النفرة. طيب ذكر إيه هنا؟ المبادئ، حط تحت دي 10. أسواك من أهل المبادئ من دعا، في حد غيرك، في حد غيرك دعا للمبادئ.
غيرتني حزنا وغيرك البلا وهواك يأبى في الفؤاد تغيرا فعلى حفظ العهد حتى نلتقي وعليك أن ترعاه حتى نحشرا. طيب أحمد شوقي كان حريصا أن يذكر المبادئ في هذا الكلام، لا وحط السمات، يا حامل هم النادي، يا حامل هم الشباب، يا حارس على أهل المبادئ، يا اللي شمرت لآخر يوم عايز تطور وتشتغل وسهرت على مجده ومحدش غيرك عمل ده. اهتم بالمبادئ. ايوه اذا لما نقول ان اهلي نشأ على المبادئ والقيم ما نلاقيش حد لا يتهكم علينا او ينكر علينا او ينكر على النادي الاهلي. ايوه وكمان بصوا بقى قيمه الاهلي حتى في الاعمال الادبيه. الصديق العزيز احمد عبد الرؤوف نائب رئيس تحرير اخبار اليوم لفت نظري انه كتب بوست من روايه السكريه لصاحب نوبل نجيب محفوظ، انه نجيب محفوظ وهو واحد من ابناء العباسيه وكان لعيب كره قديم لما بيتكلم على الثنائيات في الحياه في الروايه شوفوا على لسان البطل قال ايه. جميل هذا القول العجب أن رسالات الإنسانية الحق كثيرا ما تنبعث من أوساط الأقلية أو من رجال مشغول الضمائر بالأقليات البشرية ولكن ثمة متعصبين دائما دائما وفي كل مكان. ده نجيب محفوظ في السكرية. الإنسان حديث والحيوان قديم وهم عندكم يعتبروننا كفارا ملاعين وهم عندنا يعتبرونكم كفارا مغتصبين ويقولون عن أنفسهم أنهم سلالة من ملوك مصر الذين استطاعوا أن يحافظوا على دينهم بدفع الجزية. فضحك كما ضحك عليه عالية وقال هذا قولنا وذاك قولكم، ترى الأصل في هذا الخلاف الدين أم الطبيعة البشرية المتطلعة أبدا إلى الخصام، لا المسلمون على وفاق ولا المسيحيون على وفاق. لكن بيقول نجيب محفوظ إيه؟ وستجد نزاعا مستمرا بقى على فكرة الثنائية والقطبية. بص وقتها الرواية بيتكلم عن مصر في الثلاثينات والأربعينات والرواية نشرت في الخمسينات. بيقول نجيب محفوظ ستجد نزاعا مستمرا بين الشيعي والسني، بين الحجازي والعراقي، كالذي بين الوفدي والدستوري، حرارة الدستوريين، وطالب الأداب وطالب العلوم والنادي الأهلي والترسانة. اشمعنى الترسانة؟ بص الخلاف بين القطبيات والثنائيات في وقتها في الثلاثينات والاربعينات في نزاع بين السني والشيعي دول القوتين، في العشرينيات الحجازي والعراقي، في مصر على الصعيد السياسي الوفدي والدستوري، وطالب الاداب اللي عايز يدرس الاداب بكل ما فيه واللي بينحاز لدراسه العلوم بكل تجاربها. شوف الاضداد والثنائيات والنادي الاهلي والترسانه. ليه؟ كاتب كده في السكرية بالظبط، ده نص من السكرية من رواية نجيب محفوظ. الكلام ده مش على انه هي كان الاهلي هذه القوة منذ ان بدأ، لكن الثنائي المنافس ليه مباشرة اللي نجيب محفوظ شايفه ورصده هو الترسانة. كان لهذا النادي العريق هذه القيمة، كانت له هذه المكانة، كان له هذا التأثير، كان واحد من الثنائية الرياضية الكروية المهمة في مصر في العشرينات. كل التمنيات إن شاء الله للشواكيش بالتوفيق، لكن أعتقد الكلام عن قيمة الأهلي، عن هوية الأهلي، عن طبيعة الأهلي، عن مكانة الأهلي العربية ونحن نتأهب لاستقبال البطولة العربية لابد أن نذكر بكل الخير والفضل سمو الأمير عبد الله الفيصل حين تحدث عن زين النوادي العربية، عن قيمة النادي الأهلي وكيف سعى إلى جمع بنو مصر وجيرتها في عبر كل العصور. زين النوادي كما غنى عبد الحليم حافظ ولحن محمد الموجي رائعة الأمير عبد الله الفيصل. أهلا بحضراتكم من جديد. انطلاقة الدوري مخاوف وملامح. الملامح اعتقد ظاهره، عندك 18 فرقه كل فريق لعب مباراتين تقريبا، بدات الامور تتضح، بدات الصوره الاوليه عن كل فرقه تبان عند الناس حتى لو كان بشيء من التحفظ لانه
انه فريق يلعب 180 دقيقه ده ما يعبرش بشكل كامل عن مستواه ولا فرصه في الموسم عام، لكن على الاقل تؤشر الى ملامح البدايه ممكن تبقى رايحه لفين. بالنسبه للاهلي حامل اللقب، حامل اختام البطوله، صاحب الارقام القياسيه في البطوله كلها، عنده هذه الرغبه الدائمه في الحفاظ على بطوله الدوري. الاهلي بطل الدوري تقريبا ده عباره زي صنع في مصر. ما اعتقدش ابدا انه الذهنيه المصريه حوت عبارات ثابته وراسخه رياضيا اكتر من العباره اللي فيها ثلاث كلمات الاهلي بطل الدوري. ارجعوا لكل سجلات الصحف ولكل التاريخ هتلاقوا مع نهايه الموسم بهذه النسبه الاهلي بطل الدوري 40 بطوله. لما يكون البطل واخد هذا اللقب في هذه البطوله المفضله وهي الاعرق عربيا وقاريا اكتر من ضعف كل ما حصل عليه منافسوه، يبقى الفارق واضح جدا لصالح هذا البطل. هذا الموسم هناك مخاوف لا شك تحتاج الى مزيد من التركيز بالتاكيد. جماهير الاهلي مؤكد محتاجه تضافر كل الجهود شرط. خليني اسال المهندس عدلي، هذه الانطلاقه لحامل اللقب شايفها ازاي؟ اولا انطلاقه كانت محفوفه بمخاوف جامده جدا. الاهلي هيلاعب تاني وتالت الدوري في اول اسبوعين. مش ممكن الاول والتاني والتالت يلتقوا في اول اسبوعين، بدايه مرعبه. في ظل موسم غامض مليء بالتدعيمات، مليء بالقوى الوافده، نادي جديد يحشد ترسانه من اللعيبه ومنهم اربع اجانب ما نعرفش عنهم حاجه غير انهم مصنفين. نادي الزمالك عامل ميركاتو عالي جدا، مغير تقريبا 70% من جلده. كل ده ساعه انطلاق الدوري، الذهنيه قبل انطلاق الدوري شيء، وساعه انطلاق الدوري توضح. في نقطه ثانيه عايز اقولها، وايضا اجواء محفوفة بالتوتر والترقب قبل الانطلاق الدوري. الأسبوع الأولاني عكس كل هذه المعاني، تعادل الأهلي مع الإسماعيلي، تعادل الزمالك مع بتروجيت، فاز بيراميد 1-0 في الثواني الأخيرة على إنبي، المصري كسبان. الأسبوع الثاني الأجواء هديت شوية، الاحتدام قل حبة، المستوى ارتفع شوية من كل الفرق، ظهرت القوة الكامنة اللي احنا مش واضعينها في اعتبارنا قوي بمظهر لا يتعمل حسابه. إنبي ظهر كويس جدا، بتروجيت ظهر كويس جدا، الاتحاد ظهر كويس، وبعدين جات له كبوت الزمالك النهارده بيستفيق منها، المقاولين العرب، كل الفرق، حتى الفرق اللي ما خدتش، يعني النهارده حرس الحدود لما تتفرج على الماتشين بتوعه لا فرقه كويسه. اف سي مصر او المستقبل، نجوم المستقبل، النجوم اللي بقى اسمه نجوم، نجوم المستقبل، لا عامل ماتشات كويسه. الحقيقه الدوري السنه دي صعب جدا جدا جدا، ولا تستطيع ان تتكهن، غير ان برضو الاهلي قدر يصدر شيء من الطمانينه من خلال نتائجه في افريقيا، ثم تعادله مع الاسماعيلي الذي كان البعض يرى انه هنناقش ده احق بالفوز، ثم الفوز على المصري 2-0. طبعا بدأ الناس في روعها يتبدد بعض القلق يعني، لكن ما زال يا استاذ ابراهيم الموسم غامض، لكن الظواهر اللي انا خايف منها المخاوف بقى. المخاوف الاجواء العامه والتراشق
والتأثير عليها وتأثير على المناخ العام. وده عايز يعني درجة عالية من ضبط النفس، ودي مسؤولية القيادات بقى وأعلامها، إن يا جماعة لا، عندنا مسؤولية تجاه جماهيرنا، تسخين الأمور كده قد يقودنا إلى أمور ما احناش عايزينها كلنا. وده اللي الأهلي الحقيقة بيعمله وبيدفع ثمنه، بيدفع ثمنه إن الناس عمالة بتهاجمك، ما تقول ما تتكلم ما ترد ما تعمل، لا، في مسؤولية أعمق من الكلام ده. صحيح. وبنكتفي إن الأهلي بيرد بعمله وبإنجازاته وبمجهوده في أرض الملعب. طيب النقطة اللي مخوفة الناس جدا التحكيم. الأحداث الواضحة اللي فيها اختلاف على قرار الحكم لا متعددة. المعيار الذي يستند إليه التحكيم حتى في المباراة الواحدة مش ثابت. وهنشوف دلوقتي إجوان احتسبت وإجوان اتلغت، الاثنين كربونة من بعضها. هشوف ضربات جزاء احتسبت وأفضح منها وأوضح منها لم تحتسب. هتشوف حالات طرد تستغرب لها، وحالات أخرى تم تجاهلها. أنا ما أقصدش في مباراة محددة، ده في كل المباريات هتجد تقريبا الظاهرة دي، عدم رضا عن التحكيم. مش عايزين نضغط على التحكيم برضو في بداية الموسم، عايزين نديله فرص، بس كمان هو يدينا فرص ان وحيده المعيار حتى لو غلط، ما نشوفش حاجه هنا بتتحسب وحاجه هنا ما بتتحسبش بنفس المستوى. حالات من التوتر بره، طرد للمدربين، طرد للعيبه. فانا ارجو ان الموسم نهدى شويه، اعتقد ان خلال اسبوعين ثلاثه الدنيا هتتفرز حبة، الأمور هتهدى أكتر، نقلل كلامنا كلنا حبة ونشتغل كلنا، وأهلا بالمنافسة الشريفة مع الجميع، أهلا بالمنافسة الشريفة مع الجميع، وأهلا باتحاد الكرة الذي يجب أن يكون للجميع. دول الجملتين اللي فيهم الخلاصة. رقم واحد، أهلا بالمنافسة الشريفة مع الجميع. الأهلي دايما وأبدا بيسعده وبيسعد جمهوره أنه ياخد البطولة قدام فرق واقفة على رجليها. فكرة أن الأهلي يبقى على مسافة بعيدة جدا من أقرب منافسيه، بيحقق البطولة بس ما بيسعدش الجمهور قوي، ما بيحسسش الجمهور بزهوه وبقيمة البطولة وبطعم الانتصار. يعني أنت لازم نتوتر ونمشي على طراطيف السبع؟ لا مش نتوتر، انا ببقى مبسوط. مش نتوتر، ولكن اكسبك وانت واقف على رجليك يسعدني اكتر يا سيدي. ما توقف وانا مالي، يسعدني اكتر، لكنه هو ده اختبار القوه، وده الشعور بحلاوه وقيمه الانتصار. صحيح انا يعني كان النهارده حد بيناقشني في جزئيه ان الاهلي كتير لما بياخدوا البطوله مش عشان هو كويس، عشان بقيه الفرق وحشه. في حاجه كلام كده؟ قلت له طب يعمل، طب هو ليه مش وحش؟ طب وليه الاهلي يعمل ايه عشان يخلي التانيين مش وحشين؟ مين قال الكلام ده؟ يعني استاذ ابراهيم النبي الكلام ده وهيجي يقول لك اصل الكابتن صالح قال لعور في وسط العميان ملك، هو قالها قياسا على ايه؟ المستوى وقتها. لا مش المستوى، قياسا على المقارنه مع المستوى الدولي اللي هو شايفه. احنا مستوانا كرويا لا يرقى الى المستويات القوى الكبرى الكرويه. الاهلي هو الاقرب الى التنظيم والاقرب الى انه يكون، فهو يعتبر اعور، ما هوش اعمى، لكن مش نتيجه ان الدوري ضعيف، لا، او ان المنافس ضعيف، بدليل ان ما هو انت بتفقد بطوله الكاس في نفس الموسم، وبتفقد قبلها بطوله السوبر قدام نفس الفرق، قدام نفس الفرق، وبتخسر من فرق ما انتش متوقع تخسر منها. لا الدوري السنه اللي فاتت كان ممتع، والله كان ممتع جدا. صحيح. سيبك ان الاهلي انفرد السنه دي المستويات بتقعد تتفرج على فرق. انا كنت ممكن مش متوقع ان اتفرج على وادي دجله للاخر المشوار وعلى ام بي وعلى بتروجيت. يعني انا طول عمري ما يشدنيش غير الايه ان انا بعوطفي مع الاهلي فبقعد اتفرج، واخد بالك، على الفرق الاهلي واللي بتنافسه.
ولما بقول بتفرج بعد الماتش، لكن بتفرج ساعة الماتش على الهوا والله على الفرق دي كلها ببقى مستمتع، شايف كرة حلوة. جون عاملة فرقة كويسة، المقاولين العرب عامل فرقة حلوة كويسة، فرق كتير ما شفتش فرقة وحشة. صحيح، تصدق ما شفتش فرقة وحشة. صحيح في شغل وفي ناس اهتمت واشتغلت على نفسها جامد جدا. سموحة عاملة فرقة كويسة. في تغير، حد كان يتوقع جونة بالمستوى ده؟ راجع يعني في أداء، التوفيق في النتيجة ده هو بقى الموضوع تاني، التوفيق في التحكيم في كلام. خش لنا بقى في التفاصيل شوية عشان نقدر ندلل إذن على إذن الأهلي الشريفة تسعد هذه المنافسة، وعلى اتحاد الكرة أن يكون للجميع. دي النقطة اللي يتحط تحتها 10 خطوط. لا وما يفوتش حاجات أستاذ إبراهيم كمان، ما يفوتش حاجات ما تفوتش غير عندنا. يعني ما توقفش قدام ظاهرة وتعتبر انها ظاهرة بسيطة. يعني لا، خليك حاسم وقوي وما تفوتش حاجة. طيب، الاهلي كسب المصري 2-0 بعد ما كان تعادل مع الاسماعيلي افتتاحا 1-1. هنشوف التعليقات والمنشطات في الصحافة والمواقع كانت عاملة ازاي. الاخبار، الاهلي يتخطى عقبة المصري بهدفي كوليبالي وازارو، فوز اول كتيبة فوز اول لكتيبة كارتيرون في الدوري، وهجوم بلا انياب لابناء العميد. والاهرام، الاهلي يحسم مواجهة المصري بهدفي كوليبالي وازارو، روح رياضية عالية بين الفريقين ولقاء جيد حسمته الخبرة والاصابة. ده من الحاجات الكويسة. الأهرام المسائي، الأهلي يخطف المصري، هزمه بهدفي سليف وأزارو، وتفوق فرنسي على حسام حسن ببرج العرب. الأخبار المسائي، الأهلي أصلي بالفوز على المصري، الأحمر يحقق الانتصار الأول في الدوري في طريقه للحفاظ على اللقب. والمساء، المارد الأحمر يتألق وينور، لدغ المصري بهدفي كوليبالي وأزارو، كارتيرون تعامل بذكاء مع المباراة، والعميد حاول ولكن. طيب، دي منشطات الصحافة بعد هذه المباراة. استوديوهات التحليل على أهميتها وكثرتها تحتاج إلى جولة مننا. البداية مع أون سبورت الكابتن حازم إمام، نشوف هذا الثعلب كيف رأى فوز الأهلي على المصري. لا، ما يعني ما هو احنا قلنا الأهلي لعب احسن اكيد من المصري، يعني لعب الشوط الاول كله احسن. تبتدي مدلول يعني النهارده تمريرات صحيحة تبقى بالعدد ده. اي بس ما خلي بالك، التمريرات الصحيحة ده سيف فيها كتير، سعد الكوليبالي لعصام عاشور، يعني مش معنى 300 باس يبقى كلهم لقدام او كلهم يعني بوزيتيف يعني، بس معناه انت مسيطر، بس ابتدي طريقه لعب بس معناه انك مسيطر. لكن برضو يعني دايما نسيف الاستحواذ مش معناه انك لازم تكسب، في فرق كتير بتستحوذ وفي الاخر يعني بتستحوذ استحواذ سلبي. يعني اسبانيا ضد روسيا عملت 1000 تمريره كلهم بالعرض. اسبانيا ماتش كرواتيا استحواذ حوالي مش عارف 68 و22 وفي الاخر كسبوا كرواتيا. يعني كده الارقام دي مالهاش علاقه باحد. لا لا لا، هنا ساعات يعني قصدي مش لازم الاستحواذ يخليك تكسب، لكن النهارده الاهلي احسن، الاهلي احسن واستحوذ اكتر ولعب كوره احسن من الاهلي. يعني الشوط الاول كله الاهلي احسن من المصري، المصري ظهر في الثلث ساعه الاولى من الشوط الثاني فقط، ودي مش عيب، وده مش يعني مش الشكل الطبيعي للنادي المصري. المصري عنده مشكله على فكره، وباينه من ماتش الجونه. يعني اي واحد متابع للمصري، احنا بنحلل على يعني كل سنه فبنشوف المصري عامل ازاي. ماتش مصري مع الجونه، الجونه احسن بكتير من مصر خصوصا الشوط الاول برضه. يعني دايما الاهلي يبتدي، المصري يبتدي غلط. يعني الجونه الشوط الاول ماتش الجونه والمصري، الجونه مضيع جونين واحسن، يعني مش مثلا مضيع اللي هو مزنوق وبعدين بيعمل كاونتر يجيب فرصه ويرجع، لا هو ماسك الملعب قافل على النادي المصري، مصر ما ضيعش تقريبا ولا فرصه الشوط الاول، هو اللي بيضيع الجونه، بيروح بسرعه جدا، بيوصل باقل عدد من اللمسات للجون. ففي مشكله في النادي المصري، في لسه مش عارف كفصام يجيب الشكل اللي هو يثبته. طيب، ده الكابتن حازم امام. وانا اتوقف عند كلمتين للكابتن حازم امام، اتفضل، لان دي بتاكد على اللي احنا كنا بنقوله. بيتحدث عن ماتش المصري والجونه. ايوه، فبيقول الجونه كان
عنده فرص وكان مستحوذ وكان مسيطر اللي يدلك على ان الدوري المصري قوي يا استاذ ابراهيم لما تشوف نتائج الاتحاد مع الترجي وتشوف اداء الاتحاد في الدوري المحلي وبعدين تشوف نتائج المصري في الكونفدراليه الايجابيه جدا مع فرق قويه وتشوف اداؤه محليا يبقى إذن الدوري صعب لان الفرقتين دول ماشيين كويس قوي مع الفرق العربيه والافريقيه يبقى الدوري صعب ده اللي انا قصدي عليه الدوري ما فيش فرقه صغيره دلوقتي انما النفس النفس طويل واللي عنده احتياطي استراتيجي هو اللي هيخليه يقدر يكمل للاخر يكمل كل بالي هذا الفهد الاسمر المتالق او الغزال المتالق في صفوف الاهلي لانه حتى الطول الفارع بتاعه كون ان هو يسجل للمره الثانيه في بدايه المسابقه اعتقد عامل ظاهره في المسابقه رصدها سمير كمونه المدافع ايضا نشوف كمونه يتحدث لأون سبورت عن ظاهره سليف كوليبالي هسألك على كلوبالي تحديدا وهستغل وجود كابتن سمير كمونه واحد من افضل المدافعين الجون في تاريخ مصر افضل المدافعين الجون في تاريخ النادي الاهلي سليف كلوبالي مش بس بيسجل اهداف هو بقى يعني مدافع مهاجم بيأثر وبيسجل وبيحسم نتائج للنادي الاهلي عايز تكلمني على سليف كلوبالي المدافع امكانياته اللعيب اللي بيبدا الهجمه اللعيب اللي بيعرف يلعب كره طوليه ولا لا اللعيب سريع ولا بطيء شفت تقييمك لسليف كلوبالي كمدافع عامل ازاي حتى الان مع الاهلي هو طبعا لعيب جيد لكن عايز مساحه من الوقت ان هو يتاقلم مع فرقه النادي الاهلي اللعيبه الافارقه طبعا في المكان اللي هو الليبرو او المساك بيبقى صعب جدا اي انديه كبيره خصوصا النادي الاهلي يشتري حد في المكان ده احنا شفنا قبل كده جيلبرتو شفنا فلافيو فيليكس اللعيبه كتير قوي افارقه مفيش حد في المكان ده دي حاجه جديده على النادي الاهلي فهو لازم ياخد مساحه من الوقت ان هو يتاقلم مع الفرقه ايه اكتر حاجه شايفها فيه مميزه يعني طبعا انا كنت جاي لك ان هو مميز بالكرات المواجهه العاليه عنده القضاض على الكوره كويس جدا بيكمل في الكرات العاليه الهجوميه الكور الثابته سواء المتحركه او الثابته في الكورنر زي ما جاب هدف النهارده وهدف جاب هدف قبل كده لكن هو عنده تقل شويه في الحركه يعني اول السبرنت بتاعه بطيء تقصد اول لا في فرق بين البطء وفي فرق ان هو الستارت بتاعه بطيء شويه صحيح لكن مع الاستمراريه في السبرنت بيبدا ان هو يرجع نفسه تاني ان هو رجليه طويله ما شاء الله ويقدر ان هو يجري بسرعه معقوله انما هو مش سريع قوي انما دي النقطه اللي انا بقول لك عليها ان ممكن يتمرن عليها ان هو اول الستارت بتاعه بطيء شويه زائد الترنات اللي هي الحاجات دي برده محتاج ان هو يشتغل عليها لكن تقييمي كلعيب في المكان دوت هو لعيب جيد لكن زي ما انا قلت لحضرتك ان هو مع الوقت هيبقى افضل اديله كام من 10 حتى الايام مع الاهلي؟ 7 من 10 طيب سليف كلوبالي ما هو الناس انتظرت سليف كلوبالي باهتمام شديد ليه؟ لان انت ما عملتش صفقات اجنبيه تحديدا غير سليف كلوبالي فالناس كانت مستنيه الله انت هتكتفي بالراجل ده لما انت كنت تيجي تشوف الثغره اللي عندك فين تعرف انك انت كنت بتشتغل على الحته اللي انت محتاجها والراجل اختاره بعنايه لانه مرنه مع مازيمبي مرنه مع المنتخب مرنه خارج حتى الكونغو فعارف قدراته سليف كلوبالي راجل طويل طوله فارع ورغم كده يستطيع ان يقفز ودي نقطه مهمه جدا احنا عمالين نقول جاب جولين واحد في افريقيا واحد في الدوري لا وده عمل اسيست رائع جدا في ماتش الاسماعيلي واحرز منه اهو شوف القفز انت اللقطه دي اللي اتلغى جون بص نط قبل يعني هو مش اعاق المدافع ده هو ناطط قبليه يعني هو كان في الهواء اهو شوف ولا حاجه من دي ولا كلام اللي يقول لك اصله لمس ايده امال هوديها فين الله ما هو يعني المساله اهو نط في الاول بدري في توقيت وعمل اسيست رائع جدا وده كان من الاهداف الجميله اللي حرم النادي الاهلي من الفوز بسبب على فكره
لو حتى عندنا صورة الجون بتاع المصري كوفي جاب جون كده. أيوة. الصورة ممكن توضح، احنا ما عندناش الحقوق بس نقدر من خلال الصورة اهو اهو نفس ايه الفرق. على الاقل اللاعب بتاع الجونة ما قدرش ينط، انما لاعب الاسماعيلي هنا تتحسب وهنا ما تتحسبش. فدي اتحسبت، وهي الايد بتاعه كوفي واضحه جدا، ايده الشمال احاطت باللاعب. ده لمسه اكتر ما انا عايز اتوقع كل بقى استاذ ابراهيم والنبي على الاستديوهات التحليل بتاع التحكيم. مش معقول يا جماعه يعني المساله تبقى على هذا التناقض، يعني مين اوضح؟ يعني انت لو حسبت دي ولغيت الثانيه كان يبقى فيها منطق، لان ذراع كوفي احاط باللاعب بالظبط، انما ده ناطط لوحده والتاني ناطط بعدين. ما علينا يعني، فالكلام ده وفي ضربه جزاء حلال لكوفي حرام لكوليبالي. هو فكره انك انت والله يا اخي جهاد جريشه تملي مش موفق مع النادي الاهلي، ومشكلته في القفز. عمرو جمال ينط الراجل يلعبها بايده يتلغي جون، برضه كان هي اسيست وجبنا جون، اتلغى مع ان هي ضربه جزاء لينا. ايوه مش موفق معانا في كل ماتشاته، تجد ليه قرار كده. هل هو بيبقى متحسب قوي انه شوف توجيه بالراس في براعه في براعه يعني؟ فده لعيب يعني خلاص شفنا منه امارات انه لعيب هيبقى عنده ايجابيات. التحسب بقى في سرعات الجري دي طرق اللعب بتغطي الحاجات دي. مش كل اللعيبه هتبقى سريعه، ومش كل لعيب مش سريع ملوش لازمه. فاتمنى ان احنا يعني واحنا نتعامل بالميزات ونحافظ على العيوب ونعالجها، يبقى علاجها من خلال الاداء في الملعب وطريقه اللعب، لكن بالتاكيد انه اضافه. طيب عماد متعب هذا النجم الفنان صاحب المسيره الرائعه جدا، مؤكد ان احنا عندنا فقره النهارده عنه لسرد تاريخه والتوقف مع اهدافه واللحظات المضيئه المنيره في مشوار عماد متعب مع النادي الاهلي، لكن مباراه شهدت ظهورا مختلفا لعماد متعب. لاول مره يظهر فيها عماد متعب ببدله وكرافات مش بشورت وفانيلا، ما بيلعبش في الملعب، في استوديو التحليل مباراه الاهلي والمصري، مباراه البدايه للمحلل الرياضي عماد متعب. عشان كده كانت آراءه مرصودة، كانت كلماته معدودة. ترحيب شيخ المحللين الكبار والعلامة الكروي الكبير الدكتور طه اسماعيل اللي ليه مننا كل التحية والتقدير بالتأكيد، ترحيبه واحتضانه لعماد متعب، تشجيعه للاعب بقيمة عماد متعب بيبدأ خطوات مشواره التحليلي، كانت مهمة جدا عند الناس، وكانت لحظات دافئة بالفعل. الأهلي والمصري أول مباراة يلعبها عماد متعب من داخل استوديو التحليل. نشوف عماد متعب في أول تحليل له في حياته كيف رأى الشوط الأول للأهلي. المرة دي منزلش ولا طلبت الجماهير بنزوله، ولكن طلبت الاستماع لآرائه. كابتن عماد، تالي ان الاهلي النهارده لعب يعني مباراه جيده، لعب شوط ثاني جيد جدا، خطوط قريبه من بعض، وليد ازار غير موفق ولكن بيجيب هدف. في البدايه طبعا الف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك للنادي المصري. النادي الاهلي ادى النهارده فعلا مباراه جيده جدا. انا بالنسبه لي الشوط الاول ادى شوط مميز. النادي الاهلي النهارده كان متنوع في طريقه لعبه. يعني لو بصينا على طريقه اللعب هنلاقي في جبهه بين علي معلول وميدو جابر، جبهه مميزه جدا. الناحية التانية هنبص هنلاقي أحمد فتحي وليد سليمان، جابها مميزة جدا. هنبص في نص الملعب في حسام عاشور وعمرو السولية. احنا شفنا كم كرة عرضية من ميدو جابر ومن علي معلول، كم كرة عرضية من ناحية أحمد فتحي ووليد سليمان. الميزة بقى هنا إن التكملة كانت من مين؟ التكملة كانت جاية من عمرو السولية في كورة، تكملة جاية من ناصر ماهر على ما أعتقد في كورة. التنوع في اللعب النهاردة والإصرار على المكسب هو اللي خلى النادي الأهلي أدى بشكل كويس جدا في الشوط الأول. شبه استحوذ على الـ على الـ على الـ على الشوط الأول بالباص السليم، بيسترجع الكرة بسرعة، باستثناء طبعا إسلام عيسى هو اللي كان عامل شكل في الشوط الأول للنادي المصري بمجهود فردي، عمل أكتر من هجمة
لنادي المصري وعمل شكل لنادي المصري في الشوط الاول. الشوط الثاني كان طبيعي جدا ان كابتن حسام حسن يغامر لانه كان خسران ومحتاج انه يكسب. في بدايه الشوط الثاني سيطر بشكل خفيف على 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 الشوط الثاني في بداياته، لكن بعد كده قدر النادي الاهلي يرجع. وطبعا اصابه اسلام صلاح كانت بدايه النهايه في مباراه اليوم. نفس سماته في الملعب هي سماته في الاستوديو، الوقار، الأدب، الأناقة. يعني هو عماد في ما كانش لاعب صاخب، كان لاعب حركاته محسوبة ولمساته مؤثرة، وما افتكرلوش مشكلة في ملعب. ف يعني أهنئ الاستوديو بيه، ونهنئ المشاهدين بيه، ونهنئه على انه لقى الـ 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 الشيء اللي يجد نفسه فيه. وانا متوقع ان احنا هنشوف محلل محترم جدا بمذاق خاص ووعي. مين اعظم من مهاجم موهوب انه يفهمنا الاهداف بتيجي ازاي؟ وانا كما تنبأت لخالد بيبو بانه هيكون مميز في الحته دي، ارى ان عماد متعب هيكون مميز جدا جدا، لانه مؤكد الخبرات اللي اكتسبها هتنعكس على رؤيته في الملعب. طيب عماد متعب كان بطل اللحظات القاتله، اللحظات الصعبه، كلاعب بديل في الفترات الاخيره وصف بانه راجل اللحظات الحاسمه، ياخد وقت قصير لكن يحدث هذا الفارق الهائل. عماد متعب المحلل، كيف يرى دور العناصر البديلة والأوراق الاحتياطية اللي كان دايما وأبدا قاعد جنبها على الدكة؟ نشوف رأيه في دور العناصر البديلة في الأهلي في رأي عماد متعب. برضو نسأل أو نتكلم في موضوع مهم جدا، وهو أوراق البديلة للنادي الأهلي. هل النادي الأهلي الأوراق البديلة يقدر يعمل روتيشن؟ هل النهاردة كده بدلاء النادي الأهلي هي بنفس مستوى اللعيبه اللي موجوده؟ انا شايف ان النادي الاهلي عنده لعيبه على الدكه تعمل الفارق، يعني يبقى عنده حلول لو في لعيب اتصاب، لو في لعيب مش موجود. مع اني هرجع واعترف ان الفتره دي اي لعيب هيخرج من النادي الاهلي من اللعيبه المؤثره اللعيبه الاساسيه هيعمل فرق، لكن الفرق مش هيبقى كبير قوي بين اللعيب الاساسي واللعيب الاحتياطي في بدايه الدوري، لان النادي الاهلي دلوقتي بيكون فريق، فانت محتاج كل العناصر تكون واقفه على رجليها، وبعد كده خلاص لما اللعيبه تحط رجليها في الملعب بشكل كويس خلاص وقتها. ليه عماد زمان كان اي لعيب يروح نادي الاهلي والزمالك ياخد كتير قوي عشان يلعب، دلوقتي ممكن يلعب وراح في السكه؟ يعني ما هو ده اللي كنت بتكلم فيه في الانتقالات، التقييم بتاع اللعيب. يعني هي دي الفكره. زمان كنت اللعيب اللي يطلع من الناشئين او يجي يدخل على اللعيبه في الفريق الاول في النادي الاهلي، الموضوع كان بيكون صعب جدا 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 علشان اكون موجود في الملعب. دلوقتي الموضوع بقى سهل جدا علشان ابقى موجود في الملعب. مش راضي عن النادي الاهلي، انا بتكلم لبست الفانيلا وما لعبتش. ده حقيقي. يعني في السنين اللي احنا كنا موجودين فيها النادي الاهلي كان ماشي بشكل كويس، يمكن كان التغيير في اضيق الحدود. لعيب بيريح، لعيب موقوف، لعيب مصاب، التغيير كان في اضيق الحدود، وقدرنا نحقق نتائج كبيره جدا جدا. دلوقتي في لعيبه كتيره طلعت، في لعيبه كتيره جت، اللعيب اللي بيجي من نادي جاي انا عايز العب، فبتضطر انك تديله فرصته، او انت دافع فيه فلوس كتير فبتضطر انك لازم تحطه في الصوره عشان تقول انا دفعت فلوس في لعيب لازم يبقى موجود. يعني على ما اعتقد ان الظروف كمان بتحكم في اوقات كتيره جدا ان انت اللعيب ده بيبقى موجود النهارده او مش موجود، يعني اصابه، ايقاف، طريقه لعب، نتيجه مباراه، واخد دوري بدري فبتحتاج تجرب لعيب تاني. ده كلام عماد متعب في دور الاوراق البديله، وده اللي بنهمس بيه في اذن كل لاعب بالذات النجوم اللي بيقعدوا احتياطي. مفيش حاجه اسمها ان انت قاعد احتياطي فده يقلل من قيمتك ومن شانك، مفيش حاجه اسمها انت احتياطي فيبقى المدرب غضبان عليك. لا، عماد متعب صاحب اللحظات القاتله شايف انه دور اللاعب البديل في لحظات كتيره وفي مناسبات كتيره بيبقى له تاثير اكتر بكتير ربما من اللاعب الاساسي، لانه بيبقى خد فكره كامله عن الملعب وظروفه، المدرب قرا الفريق المنافس، رتب له وجهز له المهام اللي مطلوبه منه على وجه التحديد
داخل بكل الطاقة والقوة البدنية الكاملة بتاعته في مواجهة فريق إلى حد كبير استهلك بدنيا، فحتى الفوارق البدنية هي لصالحه، لصالح اللاعب البديل مش في لصالح اللاعب الأساسي في الخصم، كلها مزايا داخل بيها اللاعب البديل. وانا بس فكرة إذن الدكة لها عيب ولا جلوس اللاعب أو النجم على مقاعد البدلاء يقلل منه؟ هو واللاعب الأساسي هو اللي بيلعب الأول؟ طب يمكن اللاعب الأساسي يكون هو اللي نازل في الآخر، هو اللي يخرج، هو اللي داخل. يعني انت لعبت في الاول، الترتيب ملوش علاقه مين لعيب اساسي مين لعيب بديل. مفيش حاجه اسمها لعيب بديل، لعيب ان انا مطلوب مني ان احدث فارقا في الملعب الان، يبقى انا لعيب اساسي اذا احدثت هذا الفارق. بالظبط، اضيف. هي قيمه كده، مش ان انا قاعد على الخط يبقى انا البديل. طب ما يمكن البديل هو اللي بيبتدي يرهق لي. تعرف في العاب القوه، في المسافات الطويلة، في بتضحي بحد؟ لا، في واحد بيسموه الأرنب. ايوه، الأرنب ده البطل بتاعك، بتجيب له أرنب يجهد المنافسين، يشدهم يجروا معاه عشان تاني يدخل، وهو عارف ان الأرنب ده مش هيكسب، واخد بالك؟ لكن بيجهد لك الفرقة، وده يجي في آخر لفة تبص ليه طالع زي السهم، والأرنب فتح له السكة. فمش بالضرورة ان اللي بيتصدر في الاول هو الاساسي. ايوه، ده اللي انا عايز اقوله. مش معنى كده ان اللعيب اللي يلعب في الاول، انا عايز اقضي على ثقافة او مفهوم ان الدكة ده بديل، تبرم من الدكة. طيب، احنا مهتمين برصد اراء عماد متعب مع بعض عشان منها هذه الحالة وهذه الصورة عن عماد متعب المحلل في اول ظهور ليه، ودي كانت مهمة جدا. طيب، هل عماد متعب كنجم كان شايف آراء وتحليلات استوديوهات التحليل من الخبراء بيأثر على اللاعب ولا لا؟ هل تحليل الخبراء لمستوى اللاعب في مصر بيأثر على مستقبله في أوروبا؟ ما بيحصلش، هو لسه مبطل. طبعا، إيه الفارق؟ يقدر يحس. رأي عماد مهم جدا في الجزئية ديت. الاسعار بترتبط باستمراريه اللاعب، يعني انا ما اقدرش اقيم لعيب اسلام عيسى، لعيب مميز جدا. انا يعني النهارده انا مبسوط جدا ان في لعيب في النادي المصري اسمه اسلام عيسى بالشكل ده، بس مش عايزين نطلع نقول رقم كذا، لا، احنا عايزين استمراريه. السنه اللي فاتت كان كويس، السنه دي نستنى نشوف اسلام عيسى بمستوى احسن، السنه اللي بعدها بمستوى احسن واحسن، علشان نقدر نقول الارقام بتاعته توصل للارقام اللي احنا بنتكلم فيها. تقييم يا عماد. بالظبط، النقطه مش ان انا السوق عالي فخلاص يبقى اللعيب ده تمن النهارده 30 مليون، هظلم اللعيب، لان هستنى منه حاجه اكبر من امكانياته. لازم اشوف امكانياته الاول على فتره طويله، مش على المدى القصير، على المدى البعيد. النجم ما يبقاش نجم في سنه، ما يبقاش نجم في ماتش، نجم بالاستمراريه. مش موجوده في مصر دي يا عم. لا، ما هو ده لازم، هي الكره لازم تبقى كده. احنا المشكله او الماساه اللي احنا بنعانيها ان احنا اوقات بنقول ما عندناش لعيبه، لان اللعيب اللي بيلعب موسم كويس وتقال عليه ان هو احسن لعيب في مصر، خلاص هو افتكر نفسه عمل كل حاجه. هو ما عملش حاجه، انت لسه بتبدا تعمل مستقبلك. هو يعني هي دي الفرق، الشعره البسيطه بين فكر اللعيب المصري واللعيب الاوروبي. اللعيبه بره بتفكر هي عايزه توصل لفين، احنا عندنا بنقف عندنا خدت احسن لعيب في مصر، خلاص انا وقفت عند كده. هو ايه الفرق بين اللعيب المصري واللعيب الاوروبي؟ لا، هناك الطموح مختلف، هناك هو اتنقل من نادي صغير نادي متوسط، عنده تارجت انه يوصل لنادي في دوري كبير، في الدوري الكبير عايز يوصل لفرقه كبيره في الدوري الكبير، عايز يفوز بالدوري، عايز يفوز بدوري ابطال اوروبا، عايز ياخد احسن لعيب، يعني ليه اهداف متنوعه ومتعدده، فطول الوقت عنده طموح ان هو يوصل لده. احنا عندنا الطموح بيقف لمرحله معينه، ان انا لو بلعب فرقه صغيره ورحت النادي الاهلي فانا كده خلاص، انا ده اقصى طموحي. لو خدت هداف الدوري السنه دي فانا خلاص، انا عملت كل اللي اقدر اعمله، خدت هداف الدوري. لو اللعيب فكر فيه، في نوعيه لعيبه بتفكر بالتفكير ده، في نوعيه لعيبه بتفكر بتفكير ثاني خالص انها تكمل. ده اللي بيفرق بين لعيب كبير ولعيب صغير، ده اللي بيفرق بين سعر لعيب وسعر لعيب ثاني. الاسعار لازم تتقيم بالشكل ده، ما تتقيمش بان انا عملت موسم كويس ولا لا. بس يعني ده الفرق، وفرق كبير على فكره، يعني احنا ممكن نفتكرها حاجه بسيطه لكن الفرق كبير. اذا كلمات عماد متعب الاخيره دي رساله لكل لاعب، ولما تخرج من نجم كبير زي عماد متعب عنده هذا الرصيد الكبير من العطاء في الملاعب، عنده هذه التجربه، لسه مبطل، لسه اول مره يلبس بدله وكرافته ويقعد في استوديو تحليل، لسه قالع الشورت والفانيلا اول امبارح، فعنده هذا الاحساس والحس بظروف اللاعب.
انه اللاعب اللي بيلعب في النادي الاهلي مش معنى حصولك على حتى هداف الدوري في موسم تفتكر ان انت خلاص نلت كل المجد. لا، ده انت المفترض بتبدا تعمل حاجه كبيره، بتبدا تحط رجلك على الطريق الصح، بتبدا تبني مشوار كويس ليك. ومش معنى انه اللاعب نجح في موسم يبقى سعره يعلى قوي. اسعار اللعيبه وتقييمها وطرق دي محتاجه مناقشات ان شاء الله موسعه في حلقات قادمه. ازاي اللاعب بيتقيم في مصر وايه اللي بيأثر في اسعار اللاعبين، وهل السعر يعكس حقيقه المستوى والقدره ولا لا؟ دي مساله محتاجه. وايه العناصر الدخيله اللي بتأثر على الاسعار من تحت الترابيزه؟ دي برضو نقاط مهمه جدا نتمنى ان احنا نناقشها باستفاضه للمرحله اللي جايه. لكن كمان كلام عماد متعب لكل لاعب في هذه الجزئيه كان مهم جدا. ابني مستقبلك، ابدا وضيف على اللي انت بتعمله، لا تقنع بالقليل اللي انت قدمته، عندك فرصه لاضافه المزيد. طب اذا كان عماد متعب اللي توقفنا يا باشمهندس عند بدايته كنجم تحليل واعد ان شاء الله يكون له مكانه كبيره في استوديوهات التحليل لانه قيمه، ولاعيب الكره الكبير لما بيحلل بالحس بتاعه ولما بيتكلم باحساس الملعب بيختلف جدا جدا، فما بالك بلاعب لسه قلع الشورت والفانيلا، لسه طرق اللعب وتكلفات المدربين واجواء المباريات وفات بكل الظروف، كل التجارب دي مر بيها مر بيها. يعني فلما بيتكلم يتحدث من واقع تجربه، بتجربه مش تجربه قديمه، تجربه انيه لسه زمايله معاصرينها في الملعب. فده الكلام المهم جدا لعماد متعب في تجربته وفي اول ظهور له كمحلل في استوديوهات المباريات. عماد انصف الاهلي، امر طبيعي جدا، اشاد بالاهلي امر قد يبدو للجميع امر طبيعي جدا. لكن كمان عمرو الدسوقي لاعب النادي المصري وجنب عماد متعب في استوديو التحليل، كيف راى هذه المباراه؟ والله كابتن سيف، هو الاداء النادي المصري يعني غير متوقع طبعا في مباراه النادي الاهلي، وخصوصا النادي الاهلي ادى مباراه جيده جدا يستحق الفوز عليها، ولكن حاله النادي المصري هي دي اللي عليها علامات استفهام. يعني زي ما كابتن حسام طبعا قال في المؤتمر الصحفي، في مشاكل بالنسبه للعيبته بالنسبه للجهد البدني. فانا اعتقد النادي المصري كان يحتاج في وسط ملعبه ان اثنين يبقى على اريحيه زي مثلا عمرو موسى وفريد شوقي، دايما في انسجام ما بينهم وبين بعض. كنت اتمنى ان جمعه يبقى موجود من بدايه المباراه، ولكن طبعا هو يعني كابتن حسام قال في المؤتمر الصحفي عليهم اجهاد او عليهم شكل من الاشكال، ولكن هو التشكيل نفسه هو ده اللي ضيع الانسجام ما بين النادي المصري بشكل كبير. واعتقد لو في تشكيل من البدايه متزن كان النادي المصري كان ادى بشكل افضل من الشكل ده. زي ما قلت لك من البدايه في مشاكل للنادي المصري في التمركزات، ويمكن برضو كابتن حسام اتكلم فيها مشكله التمركزات في النادي المصري والاهداف اللي بتدخل فيه والاخطاء الدفاعيه الكبيره، لازم يعني يبقى فيها علاج بشكل سريع جدا، لان لو انت فضلت تستقبل اهداف بالشكل دوت اعتقد ان انت هيحصل لك مشاكل في الفتره اللي جايه، وخصوصا ان يعني الاهداف كلها بتيجي من اخطاء تمركزات دفاعيه في الكور العرضيه. يمكن الجون الاولاني بان فيه الضعف التغطيه بالنسبه لمارسيلو، لعيب صغير لسه ما عندوش خبرات، ولكن باين فيها حته يعني لو بصينا للشاشه هي يعني التمركز بشكل خاطئ جدا. اعتقد كلوبالي استفاد منه من خطا كبير لمدافع خبرته لسه قليله، واعتقد الفتره الجايه ان شاء الله هيبقى احسن. الحقيقه انا بس عايز اعلق على الكابتن عمرو الدسوقي نفسه. انا من السنه اللي فاتت متابعه، وبرضه هو في نفس الوقار ونفس الرشاقه والاناقه ونفس الحياديه والموضوعيه، بيعجبني هدوءه يعني ورؤيته. لكن انا بس كمان كنت عايز الناس تتابع الجون اللي جابه كوليبالي يا استاذ ابراهيم بالهيد، عشان الناس وهي بتحلل قدراته، البعض منهم قال انه مش بس بطيء، ده هو عنصر الحركه او المناوره بجسمه ما يقدرش يلف بسرعه. الجون ده نموذج
انه يقدر يلف بسرعه بكل جسمه برقبته وبجسمه وينام على الارض، مش بس يقفز لفوق ويحاول الكره. بص اذا لو ده ما عندوش هذه الرشاقه ما كانش يقدر يجيب الجون ده. انا بس حبيت الفت النظر. طيب شفنا راي عماد متعب نجم استديوهات التحليل الجديد، سمعنا راي الكابتن عمرو الدسوقي، فماذا عن راي شيخ المدربين المحللين وكبير المحترمين الدكتور طه اسماعيل؟ نشوف طه اسماعيل كيف راى بخبراته الكبيره اسباب فوز الاهلي على المصري واهم مكاسب الاهلي من هذه المباراه. كابتن طه، الاهلي الافضل، الاهلي الاكثر سيطره، الاهلي كسب الماتش، الاهلي اخذ 3 نقط، الاهلي عمل كل حاجه زي ما هو عايز. النادي الاهلي طبعا وكثيرون بيضرب البدلاء بعد الماتش. النادي الاهلي صلح طبعا من اخطاء الشوط الثاني في مباراه الاسماعيلي، ولعب كومباكت قريب، خطوطه قريبه من بعض، ضاغط بشكل كويس، استحواذ جيد وضغط على لعيبه النادي المصري، وطوروا اللعب في اماكن جيده جدا. الشوط الاولاني من ناحيه معلول في ناحية الشمال، وعمل كذا عرضيه ومنهم الهدف اللي سجل، واهداف اخرى راحت. حتى في الشوط الثاني برضو بالرغم انه النادي المصري ابتدى ينشط الى حد ما، لكن النادي ده طبيعي يا كابتن ان اللعيبه تتمرن؟ يعني اللقطه دي لايف دلوقتي، طبيعي ان هو يضرب المستبعدين بعد الماتش؟ ده المفروض اللي لعبه ممكن يجروا تروت حوالين ملعب لفتين تروت بس، ده بيبقى ريكفري. برضو من ضمن المكاسب النادي الاهلي ميدو جابر عمل ماتش كويس، ناصر ماهر برضو عمل ماتش كويس، برضو عنده خطوره على الجول، وبرضو عمل نفس اللعبه اللي عملها في الماتش اللي فات اللي هي كسر للداخل وبعدين عملها في القايم، هو عملها كده الجول كيبر صدها بس ازاره شاطها عاليه، يعني برضو هو له خطوره على الجول ناصر اكتر مما يبقى في نص الملعب. بس لازم يلعب مع فرقه كابتن، هو مطلوب ان هو يهدى شويه في نص الملعب، ايقاعه يقل شويه وينقل، لان الايقاع السريع اللي يلعب بيه ده ايقاع واحد عايز يوصل يمسكها، عايز يوصل وينقل ويوصل، انما هو عشان يعمل الكومبينيشن في نص الملعب مع الناس محتاجه زي عبد الله ايقاع بطيء شويه عشان ينقل واخد وانقل واخد. النهارده حسام عاشور عمل ماتش كويس، السليف كوليبالي عمل، يعني الفرقه كلها عملت ماتش. احمد فتحي الجول الثاني عمل مجهود كبير جدا من تحت ووصل، وبعدين عمل فليك جميله جدا اللي هي جاب لنا الجول الثاني على غير العاده يعني. فاعتقد النادي الاهلي عمل ماتش كبير النهارده. إذن شهادة الشيخ طه بمكاسب الأهلي في هذه المباراة ميدو جابر وناصر ماهر. ناصر ماهر بيثبت وجوده المباراة بعد الأخرى، نتمنى له إن شاء الله إنه المزيد من التركيز، المزيد من الجدية، المزيد من الجماعية، المزيد من الالتزام التكتيكي والسلوكي، ده اللي ممكن يخلق من تطوير الطموح كبير. يا أستاذ إبراهيم بالظبط، يعني هو مش عايزه أعتقد إن هو لعيب كبير، هو مشروع لعيب كبير. أيوه ايوه مشروع لعيب كبير، اداؤه كويس، اداؤه مبشر، شخصيته واضحه، يقدر يكون حاجه كويسه، يقدر يكون حاجه احسن من ان هو ما تصور. أيوة. يعني هو لو تصور ان هو كده كويس لا خلصت، انت المفروض انك احسن من كده بالظبط. يعني انت لازم يبقى عندك هذا الطموح ان في مناطق انت مش متخيلها في نفسك عايز لازم تروح لها، مش هيحصل لها الا بالتواضع والتشبث بالفرصه، وما تديش ودنك للناس وما تستعجلش، الفرصة هتجيلك، هتجيلك في حتت أبعد من اللي أنت متوقعها بإذن الله. دي روشتة القيعي لناصر ماهر، دي روشتة مش القيعي يعني مش مخترعها، دي اللي أنا قدرت ألمها وأقدر أقولها له بإخلاص، يعني إذا كان هيسمعها مني فضل. أنا أتوسم فيه هو أحمد حمدي، اتنين لعيبة يقدروا يكونوا حاجة جامدة قوي في مصر. يقدروا يكونوا حاجة جامدة، هما مش حاجة جامدة. هم يقدروا يكونوا حاجه جامده، عندهم هذه الامكانيات، لان هو يعتبر نفسه انه حاجه جامده. هو مش بطال وكويس، بس هو احسن من كده بكتير، هو مش متخيل. يعني في ناس بتلوم عليه مثلا ما تمسكش الكوره كتير، تخيل بقى هو كمان لو الخبرات دي جات له، امتى يتحرك من غير كوره، امتى يبلل زميله، امتى يرقص، امتى ما يرقص، شوف الحته اللي هيوصل لها هتكون فين. هيعدي بقى ساعتها. لكن واحمد حمدي يستحق ان شاء الله ياخد فرصه. احمد حمدي يا حبيبي شفناه كتير، والراجل ما تقلقش عليه والنبي يا استاذ ابراهيم، انا عارف انك بتحبه جدا وانا بحبه. لا موهوب، انا بحب الموهبه. ما احنا ما بنقولش حاجه. ما هو واحده واحده، اسمع كلامي وهم يسمعوا الكلام بس، واحده واحده هيبقوا لعيبه تقيله قوي ان شاء الله. مش عايزين
يخبو سريعا، عايزين الشعلة زي ما انت بتقول كده تحضن عليها، تفضل تتوهج، حضن عليها. فانت دلوقتي يعني طيب. بعد الشيخ طه نشوف كابتن ضياء بقى، نشوف الشيخ او الشيخ ضياء السيد ده كيف يرى سبب فوز الاهلي على المصري. اداء افضل للنادي الاهلي، فوز مستحق على النادي المصري، تراجع اداء المصري بعد اصابه اسلام صلاح واستسلام تقريبا تام للنتيجه بهدفين مقابل لا شيء للنادي الاهلي. النادي الاهلي استحق الفوز، كان اكثر حرصا على انه يكسب، كان اكثر حرصا على انه يكون منظم لحد كبير، في بعض الهفوات الفرديه، في بعض الهفوات بعد التحفظات على التغيير على يعني الحاجات دي كلها، لكن كمجموعه اكثر حرصا، مستوى اداء بعض اللعيبه كان مرتفع داخل الملعب، ادى انه النادي الاهلي يستحق الفوز على العكس تماما. المصري بدايته ما كانتش كويسه، رتم المباراه اتحكم في النادي الاهلي بشكل كبير جدا، رغم ان انا مش مبسوط الى حد كبير جدا بعد المصري ما بقى ناقص 10 لاعبين، بعد 10 لاعبين الاهلي كان تصرفه سيء جدا في عمليه الاستحواذ وعمليه الباص وعمليه انك زياده طول الوقت في اي مكان المفروض في الكره فيه لازم تبقى انت زياده واحد، فلازم يبقى نسبه استحواذك ونسبه خلق فرص اكتر لازم تكون اكتر من كده. انت بتلعب فرقه ناقصه من دقيقه كام؟ 63 73 او 73 ففي ساعد ده. انا في رايي التغيير التغييرات متاخره وتغييرات فيها خوف، مع انك انت متقدم 2-0 ومتقدم بزياده عدديه لازم التغييرات يكون فيها كده. ما ينفعش صلاح محسن ينزل 4 دقائق، ما ينفعش التغيير الثابت هو تغيير ثابت عند الخواجه بايمن اشرف اللي بينزل ويطلع علي معلول لقدام. كابتن ضياء يعني هو انا بشوفه لما يقول يستحق الفوز، لا دي كلمه مهمه، لان هو بخيل بخيل في الاشاده، يعني متحفظ ما يعني تملي تجد عنده تحفظ حتى يعني اشاد اشاد اشاد، بعدين قال لك بس التغيير التقليدي انا عايزه رايح معاك شويه في حته انه يجرب ناس تانية ويدي فرص وكده. فمهم جدا ان لما يكون واحد بيتحفظ في الاشاده ويشيد يبقى لازم تعرف ان الماتش كان كويس. عايزين نشوف بقى كيف يرى الكابتن تامر عبد الحميد، وهو عين مش اهلاويه لكن عين منصفه. تعالوا نشوف شاف الماتش ده ازاي. كابتن تامر، تعقيب على كلام كارتيرون وكابتن حسام حسن. يعني خلينا الاول في مستر كارتيرون، يعني تصريحاته كان اغلبها منطقي بشكل كبير، كان اغلبها واقعي بشكل اكبر، فسر لجماهير النادي الاهلي اللي كانت زعلانه وحزينه على تغيير ايمن اشرف والدفع به نصر علي معلول، لا علي معلول علي معلول وخروج نصر ماهر، ان هو ده بيحترم الخصم وده في عرف كره القدم شيء مقبول ومحترم جدا جدا جدا. تصريحاته في المجمل كويسه جيده، انما بس انا بعتب عليه في تصريح واحد بس، انه ما ينفعش يطلع يقول انا بغير لعيب علشان ما يقدرش يلعب 90 دقيقه. الكلام ده مقبول للمديرين الفنيين بتاعت الانديه الاخرى، انما انديه القمه غير مقبول منهم التصريحات اللي بتبقى بالمنظر ده. لان النهارده لعيب ما يقدرش يلعب 90 دقيقه لانه مش جاهز فنيا، طب ما دي مسؤوليتي انا كمدير فني، مسؤوليه الجهاز المعاون معانا اللي هو بيشتغل من خلال ان هو يجهز اللعيب دوت عشان لو احتاجته في اي وقت. دوت رقم واحد. رقم اثنين، انا النادي الاهلي، يعني انا النهارده عندي لاعب في كل مركز، لاعب واثنين وفي بعض المراكز ثلاث لعيب كمان، الثلاثه بيبقوا على كفاءه عاليه، فاعتقد ان هو جانبه التوفيق فيما يخص هذا التصريح. ده راي الكابتن تامر عبد الحميد، لكنه التوقيت لازم يوضع في الاعتبار، ان احنا بنتكلم في بدايه الموسم والقدرات البدنيه مختلفه. اللعيب حتى في كل الفرق الاوروبيه لما بيدي احمال بدنيه للعيبه ما بيقدرش يدي احمال موحده للكل. كل لعيب طاقته الاستيعابيه وقدراته البدنيه وحالته في الفتره الانيه تختلف بين لاعب والتاني.
فربما كان ناصر ماهر مش علشان هو صغير لسه، لا احنا كمان في بداية الموسم. فانا اعتقد انه كارتيرون كمدير فني هو الادرى بالحالة الحالية للاعب. من نقطة مهمة كمان يا استاذ ابراهيم، الحمل في فترة الاعداد بيبقى تقيل، بيدي جرعات تقيلة طبعا، ولذلك الناس تندهش تقول لك اجهاد، هو يقول لك لعب عشان يجي له اجهاد، ده هو دي الفترة ان يجي له اجهاد ويتجاوز الاجهاد الى اللياقة بالظبط، لان هو الحمل تقيل تحت تأثير الحمل، فانت ممكن تلاقي فرقة تقيلة لسه مش خفيفة على الارض بعد صحيح. خمس ست ماتشات نبتدي نقول بقى ما صحش تقول لي على اللعيب مش جاهز، صحيح ده كلام تقيل بقى. طيب نسينا واحنا بنتكلم على البطولة العربية ان احنا نقول اجواء البطولة العربية في التسعينات في الاهلي 96 قدمت نجم كورة شهير بعد كده كان هشام حنفي، ولفت المسألة، كبر هشام، تألق هشام، اعتزل هشام واصبح محلل متألق ايضا في استوديوهات التحليل. هشام حنفي في استوديو النيل للرياضة تحدث معترضا على كارتيرون ثم رفع له القبعة، ايه اللي حصل؟ نشوف هشام حنفي. انا ممكن ابقى معترض على التالتة شوية، يعني ايه ان انا خلاص انا 25 دقيقة او نص ساعة حسام حسن بيلعب ناقص تحديدا بعد الجون التاني كمان لما طلع انزل صلاح محسن، انزل بقى يعني التغيير التالت ايا كان مين بقى، صلاح محسن مين مروان محسن ممكن محمد شريف اللي اخذ الماتش اللي فات وجاب جون، كان ممكن ان انا ارجع الناس دي في ماتش زي ده، يعني ماتش زي ده 2 ونص ساعه وجيم اتفتح بالنسبه لي بشكل كويس، لان التغييرات الاربكه حسام حسن وكل واحد بيلعب في مركز غير التاني دي اثرت، فكان ممكن، لكن في النهايه الراجل قال لك انا في المؤتمر الصحفي انا احترمت المنافس فخلاص لازم نرفع له القبعه، انا واحترم. احنا ممكن نبقى معترضين من هنا كشكل قدام الشاشه او كجمهور بنحاول نوصل له ان الراجل احترم زياده الفريق، احنا نفسنا ان كل الناس تلعب طبعا، نفسي كل الناس تبقى جاهزه طبعا، فعشان كده هو احترم المنافس. انا يهمني كمان اكتر الفوز المعنوي، خلي بالك انك تكسب تاني مباراه بيوصلك للمركز الاول تاني مع الزمالك، الزمالك هيبقى الاول بالاهداف، فده انت النهارده لو النهارده نتيجه تعادل انت كده بتبعد طبعا، البدايه في الاول انك تبعد، لا والثقه هتتهز شويه يا كابتن تامر في الاول طبعا، بتبقى مش كويسه الثقه تتهز شويه، الثقه تتهز شويه، الجمهور يقلق يقول لك انت ما فهمتش، لا ده الزمالك بص المنافس داخل بقوه اللي هو الزمالك داخل السنه دي جامد طبعًا. في بيراميدز في كده الكلام هيبقى على التغيير على مش عارف ايه، لو خاصه ان اللقاء القادم للاهلي يوم 21/8 ففي جاب من الوقت. طيب لما بدأنا نتكلم عن فقرة الدوري قلنا انه هذه الانطلاقة لحمل اللقب تقدم بعض الملامح وتثير بعض المخاوف، والمهندس عدلي رصد انه اهم نقطة في مخاوف الاهلي وجمهوره هي التحكيم، قصة التحكيم مع بداية المسابقة اعتقد كانت ملحوظة جدا ولافتة. المباراة الاولى للاهلي مع الاسماعيلي، الاهلي الاول بيلاعب فريق كبير جدا بحجم الاسماعيلي، كان من المنطقي ومن المقنع انه لجنه الحكام تسند الى الحكم الاول في مصر جهاد جريشه العائد من كاس العالم مهمه اسناد او مهمه اداره هذه المباراه. لكن الحقيقه زي ما المهندس عدلي تذكر من شويه، هو ليه جهاد جريشه الراجل حظه وحش مع الاهلي؟ هل بينزل وذهنيته مشغوله شويه؟ هل بينزل وباصص على كلام ناس؟ محدش فينا يقدر يشكك لا في قدرات جهاد جريشة ولا في نزاهته طبعا، بس هو ليه حظه وحش قوي كده مع الأهلي؟ هل مشغول برأي الناس وتقييماتهم؟ هل عليه ضغوط معينة؟ جهاد جريشة مع الأهلي في موسم 2014-2015 ألغى للأهلي أمام الإسماعيلي برضو هدف وضربة جزاء في 14-15، ثم ظهر للأهلي مرة أخرى في افتتاح هذا الموسم ليلغي هدفا صحيحا سجله وليد أزارو أمام الإسماعيلي وده اللافت، ولما احتسب الهدف بتاع محمد شريف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضايع اتفتح باب الجدل حوالين مدى صحة الهدف واتقال كلام كتير، حتى تم تسريب انه مساعد الحكم عبد الفتاح عريشه
تم إيقاف كابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة تحدث والمشرف على لجنة الحكام بالطبع تحدث في قناة الأهلي عن هدف الأهلي وعن واقعة إيقاف الحكم المساعد. كابتن عصام كان اتقال ان كابتن عبد الفتاح عريشه تم ايقافه، حضرتك نفيته لكن نسمع من حضرتك الاجابه. والله يا كابتن سيد في حاجات كتيره جدا من قبل بدايه الموسم ومع بدايه الموسم الاسبوع الاول، حاجات كتيره جدا بتاعت التحكيم، معرفش ليه البعض عاوز يدخل التحكيم في جمل مفيده. احنا بعاد تماما عن احنا بعاد تماما عن اي صراعات ما بين اشخاص ما بين انديه ما بين اي حد، لان احنا واخدين يعني طريق مختلف، بنحاول نتطور، بنحاول نصلح من اخطائنا، بنحاول ان احنا نكون على مسافه واحده من الجميع. ولكن يعني النهارده الخبر ده معرفش مين قال هذا الخبر وجابه منين وايه مصدره، خبر عالي تماما من الصحه. عبد الفتاح عريشه للي ناس كتير ما تعرفهوش من افضل المساعدين في مصر في الخمس سنوات الماضيه، ودي حقيقه من خلال مباريات. مساعد محترم جدا، يمكن الحقيقه ما خدش حظه كمساعد دولي بسبب السن، ولكن هو من افضل المساعدين في مصر. ولو رجعنا للمواسم الماضيه هتلاقيه واخد افضل مباريات او اقوى المباريات تجاز التعبير. طبعا احنا بنتكلم على حاله تحكيميه اختلفوا فيها الفقهاء زي ما بيقول، ويمكن احنا راي لجنه الحكام ان هي هدف صحيح ده راينا من خلال القانون ومن خلال المادة 11 لمادة التسلل، هل الكرة جاية من ارتداد ولا لعب متعمد؟ احنا بنقولها جاية من لعب متعمد. طيب ده كلام الكابتن عصام عبد الفتاح نافيا جملة وتفصيلا ما أثير من شائعات حول إيقاف مساعد الحكم عبد الفتاح هيرش. بس هو الكلام ده بيجي منين؟ يعني هذه الاشاعات الشوشره يا ابراهيم مش اكتر والله، هدفها كله الشوشره، هدفها كله التاثير على التحكيم في مباريات الاهلي، هدفها لا تخلق مناخ عام والتاكيد على ان الجون مش صح، وتبدا تتكلم على ان الجون مش صحيح رغم ان خبراء التحكيم لما تكلموا في اكتر من انا كنت زاوية طلبت من سبك معلش كنت طلبت من شوارب يجيب لي اللقطات بتاعت الجون ده، في لقطه بالكاميرا من خلف الملعب الجون موضحه تماما، الكوره خبطت في صدر وبتوجيه من ورا، يا رب تجيلنا اهي اهي تاني. بص حسني ايوه حسني بصدره هو اللي لعبها انحنى مش خبطت فيه يعني هو انحنى لها يبقى حتى موجهها بالظبط، يعني حتى مش هروح لنصوص القانون، مش خطاه ورايه وماشيه، لا مش هو عايزه هو عايز يلعبها كما لو كان بيهيئها حاول يلعبها وبصرف النظر انا مش هروح للنصوص بقى، ما تفهمنيش ان الكره ماشيه كده ماشيه كده تقول اللعيب اوفسايد دي جايه من الخصم كما يقول الكتاب يعني بشكل صريح طيب انما الشوشره عندنا لقطة لكاميرا الخاصة بالمركز الإعلامي للنادي لهذا الهدف اللي أوضحه الكابتن سمير عثمان نشوفها. اللي اتلغى؟ ولا السليم؟ أهي أهي نفس الهدف يا باشمهندس؟ أيوه نفس بس الثانية واضحة جدا. نفس اللقطة اللي مبينة حسني اهي يعني عملها لف معاها مش خبطه فيه طيب المهندس فرج عامر رئيس لجنه الشباب في مجلس الشعب او في مجلس النواب رئيس نادي سموحه واحد من القيادات الرياضية البارزة حاليا أنا بس كان له كان رأي بيحذر يا باشمهندس دي نقطة مهمة جدا من فوضى الدوري في حال عدم تطبيق تقنية الفيديو وبيحمل اتحاد الكرة المسؤولية وبيقول المصري اليوم أبدأ محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة تخوفه من عدم اكتمال الدوري خلال الموسم الحالي ده كلام خطير
في حال في ظل حالة الاحتقان التي تسود الوسط الرياضي وغياب العدالة المطلقة. وقال فرج عامر: لا أعلم سببا واحدا يدفع اتحاد الكرة لعدم الموافقة على الأخذ بنظام الفيديو رغم الاعتماد عليه في بطولة كأس العالم الأخيرة بروسيا. وأضاف أن الأندية تستخدم ملاعب القوات المسلحة للعب عليها مقابل 90,000 جنيه، فما هو المانع من زيادة المبلغ إلى 95,000 جنيه؟ يعني في صرف أهو. ويتم استحداث هذا النظام لتدارك أي شبهات مستقبلا. وقال فرج عامر أن عودة الجماهير مجددا للمدرجات باتت أمرا ضروريا، وكان يجب على اتحاد الكرة اتخاذ خطوات أكبر نحو هذا الأمر. عشان كده عودة هذا اللاعب الخطير مسألة في غاية الأهمية. هنشوف رأي الجمهور في هذا التقرير عن افتتاحية الدوري للأهلي مع الإسماعيلي والتعادل 1-1 ثم فوز الأهلي على المصري 2-0. كيف ترى جماهير الأهلي خطوات حمل اللقب الأولى في المسابقة؟ علشان نخرج منها لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نشوف كيف يمكن أن يعود هذا اللاعب الخطير. اعتقد الموسم السنه دي موسم مختلف شويه، في لعيبه مشيت، في لعيبه جت جديده، في بعض العناصر محتاجه تاخد يعني شويه وقتها عشان تنسجم جوه الفريق. ما نقدرش نحكم على مستوى الفرقه دلوقتي من بعد ما تشوف في الدوري، رغم ان هو يعتبر مستوى النتائج مش وحش. تعادل مع الاسماعيلي في بدايه اول ماتش في الجدول يعتبر نتيجه مش وحشه، والفوز على المصري طبعا ادى دفع معنوي للعيبه. والله بدايه كويسه طبعا، لان شايف النادي الاهلي بيلاقي النادي الاسماعيلي والنادي المصري يعتبر من اقوى ثلاث فرق في الدوري المصري بالترتيب، وبعد كده يعني نواصل فرقه الزمالك. يعني كنا انه يتعادل مثلا في اول ماتش مع الاسماعيلي ثم يفوز مع المصري، دي نتيجه كويسه بدايه، يعني النتائج كويسه مع بالنسبه لايه لاكبر فرق في الدوري المصري السنه دي. بدا في شكل، بدا في اداء، بدا في كوره بتتلعب، بدانا نشوف ناشئين طالعه كويسه، فالناس دي المفروض تاخد فرصه. يعني ناصر ماهر يعني 3-4 متوشة هتلاقي الدنيا برضو ماشيه معايا. صلاح محسن لا، عندنا تيم كويس، عندنا لعيبه عايزه تاخد فرص، فان شاء الله خير باذن الله. يعني بدايه الماتش المصري طبعا انك تفوز على المصري في بدايه الدوري دي دفعه كبيره جدا، ويمكن التعادل مع الاسماعيلي طبعا فرقه كبيره. ويمكن كنت عايز اتكلم على محمد شريف، يعني من اول ما كان بيلعب في وادي دجله كنت متنبأ له يعني ان هو هيبقى حاجه كويسه ما شاء الله عليه. وبرده ناصر ماهر برده من الناس الجميله جدا وعايز اتكلم عنها. وطبعا ازارو، يعني انا كنت براهن مع اصحابي على ازارو دوت، بقول لهم بصوا ازارو ده قبل ما يبقى هداف الدوري السنه اللي فاتت، بقول لهم ازارو ده هيبقى هداف الدوري، هيبقى بدل عماد متعب 3 سنين قدام. هي من حظنا ان دايما كل الفرق في بدايه الدوري بتلعب ماتشات بتبقى نوعا ما بتبقى متدرجه. من حظنا احنا في الاهلي هنا ان ماتشين الاسماعيلي والمصري في الاول كانوا اقوياء جدا، ماتشين جامدين. بالتالي انا شايف ان الاهلي وان كان الماتشين او مر بيهم بسلامه، الاسماعيلي التعادل مش وحش اللي جبناه في اخر لحظه يعني، والمصري فريق متكامل ودايما ماتشاته مع الاهلي بتبقى قويه جدا، ومع ذلك الفريق في تقدم. يعني بدايه الدوري عامه بتبقى مش مؤشر كامل لحاله الفريق، وخاصه لما يبقى في مدير فني جديد. والبدايه كانت شويه مجهده بعد مباريات افريقيا، فما كانش المستوى يظهر تماما بالحاله الواقعيه لعيبه الاهلي، واللي طبيعي بتتحسن من وقت للتاني بعد اكتشاف المدرب الجديد لمهارات اللعيبه. وبالتالي انا متوقع ان بعد 3 أو 4 مباريات هيظهر المستوى الحقيقي للعيبه النادي الاهلي، وكفاءه المدرب هتزيد مباراه ورا مباراه طبقا لاستيعابه لامكانيات النادي واللاعبين وقوه النادي، اللي هي اصلا بتساعد كتير قوي ان الفريق يبان بحالته الطبيعيه. وصعب الحكم من بدايه الدوري، وان شاء الله تكون يعني خلينا متفائلين، وان شاء الله تكون بدايه كويسه باذن الله.
بحضراتكم من جديد. عودة اللاعب الخطير، ما اعتقدش انه في اخطر من الجمهور في دعم ومساندة فريقه. ويكفي ان انا اقول لحضراتكم انه اتحاد الكورة امبارح في توصياته اللي بعتها لوزارة الشباب والرياضة او في الجهود اللي بيبذلها لدى الجهات الامنية، عايز مباراة مصر والنيجر اللي هتتلعب يوم 8 سبتمبر في تصفيات الامم الافريقية، محتاج او مشترط حضور 60,000 مشجع لمساندة المنتخب عشان يعوض الهزيمة من تونس. هو نفسه الاتحاد اللي طالب 60,000 متفرج للمنتخب، هو اللي بيقول مباريات الأندية في الدوري ما يحضرهاش إلا 3,000 مشجع للنادي صاحب الملعب و500 واحد بالعد للفريق الضيف، وفي طبعا 1500 تذكرة لذوي الاحتياجات الخاصة ولطلبة الجامعات كفئات أو عناصر فئوية. لكن دي التوصية اللي بعتها اتحاد الكرة النهاردة لوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان تحدث في المؤتمر الأخير اللي عقد واستضاف فيه رؤساء الأندية وحضروا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. تحدث الدكتور أشرف صبحي وأكد أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بعودة الجماهير للملاعب، وأنه في ظل هذا التوجه الرئاسي وهذا التوجيه الوزارة حريصة على حل هذه المشكلة وإيجاد حلول واقعية لتضمن سرعة العودة الآمنة للجماهير للمدرجات. كان لقاء مثمر جدا، سمعت آراء من بعض رؤساء الأندية أشادوا بورقة العمل اللي عرضها الكابتن محمود الخطيب. كان رئيس النادي الأهلي هو أول المتحدثين في هذا الاجتماع، أكد الكابتن الخطيب في كلمته يا باشمهندس على أربع نقاط مهمة. الأولانية، الجمهور لازما يرجع للمدرجات، وأنه دولة كروية عريقة بقيمة مصر وكورتها لا يليق بيها أبدا أن تفضل كل الفترة ديت بتلعب كورة من غير جمهور. أكد على أهمية وتأثير العمل الجماهيري، أكد على ضرورة احترام الجماهير عند الدخول، ضرورة توفير فرص للمعاملة اللائقة والكريمة ليها، رفض فكرة التصنيف الفئوي إنك تقتصر في الدخول على طلبة الجامعات أو على أي فئة. ده كلام ملحمي مالوش، فقال إنه جماهير الكورة هي عموم الجماهير، محتاج إن كل الجماهير تكون موجودة تاخد نفس الفرص، لكن مفيش مانع ان يبقى في مكان مخصص في المدرجات للعائلات وايضا لذوي الاحتياجات الخاصه. دي مساله نوع من الرعايه الاجتماعيه. وان كان انا برضو مساله العائلات، اندماج الناس في وسط العائلات هيخفف من حده، لان انت التفكير الجمعي يا استاذ ابراهيم لو 100 واحد جنب بعض ها وكلهم من فئه معينه وتفكير معين ممكن اي هتاف، لكن في وسط العائلات وفي الدنيا دايبه ببعضها ما يحصلش مشاكل ابدا، ما اظنش يعني بالزبط. حتى الراجل اللي عنده انفلات لو حاسس ان جنبه اسره هيخلي باله من تصرفاته. تلخصت بعض اقتراحات رئيس النادي الاهلي في الاجتماع على عده نقاط، ابرزها حضور الجماهير فورا بنسبه 15% من سعه الاستاد بحد اقصى 5,000 حتى نهاية 9 مباريات في الدور الأول، يعني نلعب 9 مباريات بنسبة حضور 15% من سعة الاستاد اللي هو تقريبا نصف الدور الأول بالضبط. ثم نرفع النسبة تدريجيا إلى 25% في 9 مباريات التالية بحد أقصى 10,000 مشجع. يبقى إحنا رشدنا سلوك 5,000، حطناهم على الطريق الصح، اتعودوا على القواعد والانضباط وكل ما هو مفروض عليهم، نبدأ نزود العدد في 9 مباريات التالية، يعني النصف الثاني من الدور الأول إلى 10,000. في حال نجاح التجربة تزيد نسبة الحضور إلى من 30 إلى 40% من سعة الاستادات ابتداء من الدور الثاني بحد أقصى 20,000 متفرج. وبيرى رئيس النادي الأهلي في ورقة العمل اللي قدمها حق دخول الاستاد لحامل التذاكر فقط بشرط تسجيل بياناتهم في النادي، واستخدام الاستادات الجاهزة حاليا لاستقبال الجماهير مع المطالبة بترقيم المقاعد وتخصيص أماكن محددة بالمدرج ترقيم مسبق. ترقيم المقاعد هي لب الموضوع. شوف احنا بنهاتي في المسألة ديت، لان انت ترقيم المقاعد يعني معناها ان انا بشتري التذكرة عليها رقم مقعدي بس، حتى لو بعتها اديتها لواحد صاحبي عم تصرف انا المسؤول عنه بس. انت اشتريت تذكرة مكتوب عليها الكرسي 65 اتكسر انا اللي هدفع الكرسي 65، لقيناه مكسور مين اللي كان بتاعه ده؟ بتاع فلان.
بس خلاص. فهنا هتحقق شخصية العقوبة. هو ليه الردع ما بيتحققش يا باشمهندس؟ انت ما بتحققش شخصية للعقوبة، ما بتعاقبش المجرم نفسه، انت بتغرم النادي. انت كلام تخش الحقوق يا استاذ ابراهيم، انت بتغرم النادي. بالك انت بتغرم النادي بجد. ايوه ما النادي ما هو يدغدغ كل مرة وانت تدفع، ايه المشكلة؟ التشديد على أهمية عدالة التحكيم مع مطالبة اللاعبين والأجهزة الفنية بالانضباط داخل الملعب وخارجه. التشديد على عدالة التحكيم. تنظيم الأدوار بين كافة الجهات المعنية بالتأمين وبين أفراد الشرطة وشركات الأمن الخاصة وأمن النادي المضيف، بالإضافة إلى توفير أجهزة الاتصال وخدمات الطوارئ. والمسألة سهلة جدا عمليا. مدير أمن المباراة لو هو قاعد في غرفة الكنترول وجاي عنده كل اللقطات اللي جايه في المدرج، على فكره المساله سهله جدا. سهله طبعا. انك انت اولا حاطط كاميرات في كل مكان، لو اعتبرنا انه الباكيه ديت فيها 2000 مشجع قدامهم 3 كاميرات. مدير الامن بتاع المباراه قاعد في مكتبه. غرفه الكنترول قدامها كل الشاشات بتاعه الملعب بالكامل. وهو شايف فيه المدرج رقم كذا، فيه واحد قايم يعمل كذا، باللاسلكي بيتصل بفرد الامن اللي موجود في المربع ده، اتحرك ناحيه الكرسي 65 صاحبه بيعمل كذا، بيروح ماسكه في لحظتها. ده الكنترول روم اللي بيحصل او الكنترول سيستم اللي موجود في الاستدادات بره. انت مراقب الملاعب، بايع تذكره برقم، عندك كاميرات مراقبه، عندك غرفه تحكم، عندك عناصر بصه، هتحقق الردع الكامل والفوري. فما فيش حد هنسمع بقى غنوة أصله عنده امتحان، أصله ما عملش حاجة، أصله الولاد اللي جنبه هم اللي شتموا، والكلام اللي دايما مش هيحل المشكلة. ولاد ما عملوش حاجة. ما تعرفش مين هم ولاد الجيران. تمام. بالظبط. ولاد الجيران هم اللي بيعملوا كل حاجة. وبيقول الكابتن الخطيب في ورقته اللي قدمها لاتحاد الكورة، بيطالب بوضع لائحة منظمة للعقوبات من خلال اتحاد الكورة في حالة أي عقوبات أو مخالفات. دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فتح الملفات الشائكة وقال الرئيس مهتم بعودة الجماهير وإن اتحاد الكرة سبب الأزمة، وبيرى أن تجربة روسيا في المونديال يصعب تطبيقها لأننا لا نمتلك آلية التنفيذ. بيدافع الدكتور أشرف صبحي عن اقتراحه بعودة طلبة الجامعات، وبيقول أن ديت حل مؤقت، لكن بيرى ان هم شباب وان هم كده كده مشجعين للانديه. لكن انا في وجهه نظري لا لا. وده اللي اكد عليه الكابتن الخطيب، ده تصنيف للجمهور لا يليق وما يشجعش ما ينجحش. صحيح ان هم في النهايه وفي الاول وفي الاخر شباب وطلبه في الجامعات، لكن في شباب، العائلات اكثر ضمانا، في شباب خريجين وفي شباب قبل مرحله الجامعه وفي شباب مش في الجامعه، عندهم الحق في ان هم يحضروا. زي ما قلت لحضراتكم في النهاية اتحاد الكرة عليه ان هو يقرر. هو اكتفى بعد ما سمع توصيات او ورقة عمل الكابتن الخطيب، سمع اراء رؤساء وممثلي الاندية كلهم في هذا الاجتماع في حضور الوزير، في النهاية قدم ورقة للاتحاد للوزير او وزير الشباب والرياضة النهاردة. معلوماتي انه استقر في اتحاد الكرة كل مباراة صاحب الملعب هيحضر له 3000 مشجع فقط. الفريق الضيف هيحضر له 500 واحد. وفي 1500 عناصر فئويه اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه وطلبه الجامعات. دول ليهم 1500 تذكره في المباراه. وصاحب الملعب له 3000 والفريق الضيف له 500. يعني مش فاهم يعني ايه طلبه؟ يعني الطلبه من اي مشجعين بقى من انديه ثانيه؟ اه. يعني مش عايزين نصعبها قوي. يعني هي يعني ما ممكن نخصص مثلا 100 تذكره ذوي الاحتياجات الخاصه، انما اكتر من كده يبقى انت 1500 للضيف حد اقصى و3.5 وان كنت انا افضل. يعني ما هو هنا تكافؤ الفرص. ما هو انت انا يعني افضل ان تبقى جماهير نادي واحد في البدايه، لكن حتى لو 500 ماشي، حتى لو 500 ماشي، بس هو المطلوب يا جماعه رقم واحد ان تبدا خير من الا تبدا. خلينا نقول مهم انك تبدا. 3000 افضل من 15 نفر اللي كان لجنه المسابقات بدات الدور او الدوري بيهم.
انك تبدا ب 3000 ماشي و500 للضيف ماشي، بس خلينا نحدد مدى زمني نتطور بعد منه ننقل للمرحله التاليه زي ما الكابتن الخطيب كان مقترح. صحيح كان مقترح عدد اكبر من كده، لكن اوكي هتستقروا على 3000، نقول انه معانا لمده 5-6 ماتشات نقيم التجربه ونقدر نضاعف العدد بعد 5-6 ماتشات. لكن المهم جدا جدا نقطتين. النقطه الاولى، تعالوا نتفق على الفريق اللي جمهوره يرتد عن هذا النظام هو اللي يتعاقد. الجمهور اللي يروح يشاغب ويخالف السلوك ويخرج عن القانون حتى لو كان هو جمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي فقط هو من يحرم من جمهوره. بقول لكم لو جمهور الاهلي خالف وخرج عن القانون لا يجب ان تدار بقيه الانديه، يدار النادي الاهلي وحده لان جمهوره هو اللي خالف النظام، عشان نبدا نحس كل الجماهير بمنتهى الموضوعيه على الالتزام. اذا خالف جمهور الاهلي وتم وثبت ده بجد، مش هنتلكك للجمهور، مش لمجرد يطلع هتاف يبقى جمهور الاهلي هو اللي غلط ويتساب الجمهور التاني يهتف للصبح. لا، خلينا نوحد المعيار وخلينا نحث الجماهير على الانضباط، الموضوعيه والامانه والعداله، تقول ان الجمهور اللي يخرج عن السلوك وعن منظومه النظام في هذه المباريات هو اللي يتحرم، وبقيه الانديه المنضبطه جمهورها يحضر ويتحرم لمباراة أو مبارتين عشان لما يرجع يرجع وهو عارف أنه خرج عن السلوك فعشان كده اتحرم. لكن لو هنقعد نتلكك لبعض، جمهور الأهلي يغلط أو جمهور الزمالك يغلط فالكل يتمنع والكل يتحرم، أعتقد مش هنحل المشكلة خالص، هنلاقي الناس بتتلكك لبعضها. ده رأينا، يبقى رأي الجمهور يا باشمهندس. والله كان نفسي أسمع رأيك أنت اللي انت كاتبه، بس انت ضحيت بنفسك عشان الجمهور، وده يعني تضحيه مقبوله. انا قلت في الاخبار اشمعنى؟ اشمعنى اتحاد الكوره يطلب للمنتخب 60,000 مشجع لمباراه النيجر لانه محتاجه مسانده، ويقول للانديه 3000 واحد كفايه عليكم؟ دي مباراه ودي مباراه. هنا طلبت 60,000 وهنا قلت كتير عليكم 3000. اشمعنى؟ ده اللي ما حدش جاوب عليها. لكن نشوف رأي الجمهور وبعدها نودعكم. الجمهور طبعا ده داعم أساسي لأي فريق في مصر. الجمهور ده درع النادي الأهلي. الجمهور طول عمره على مدار التاريخ هو الدعم الاول للنادي الاهلي والبطولات النادي الاهلي. فنفسنا بجد الجمهور يرجع، يبقى بالصوره الحضاريه اللي احنا شفناها قبل كده في 2006 وفي 2008 وفي 2010. نفسنا الجمهور يرجع تاني. الجمهور بالنسبه للنادي الاهلي رقم واحد، جمهور الاهلي رقم واحد على طول على مر العصور. جمهور الاهلي هو الدعم الاول للنادي الاهلي. اي فرقه بتلعب التكملة بتاعت الفرقة نفسها في وقت اللعب هو الجمهور، ده من وجهة نظر يعني. لا يعني الفريق نفسه اللي بيلعب بالخطة، مدير الفني، الجمهور ده كلهم وحدة واحدة يعني جزء واحد. ما ينفعش يبقى الجمهور جزء يعني مش موجود في التيم، يعني هو جزء من التيم بمعنى أصح. برغم ان النادي الاهلي نادي تقيل ومفيش حاجة يعني بالتاريخ بتاعه بيقول ان هو مفيش اي حاجة تقلل من كفاءته، يعني حتى في وقت غياب الجماهير طبعا الحمد لله كنا فريق يعني ما زلنا برضه رقم واحد. بس هو الجمهور برضه بيفرق معنويا مع التيم اللي بيلعب، ويفرق مع بقيه الناس. ان انا وانا بتفرج في البيت الاقي الجمهور واقف بيشجع زي ما انا قاعد بتفرج في التلفزيون، الاقي برضه صاحبي واقف في المدرجات بيشجع، يعني ده حاجه بتزود روح المعنويه بتاعت اللي بيلعب برضه. فاني اتمنى ان يرجع برضه الجمهور النادي الاهلي بشكل لائق اللي احنا برضه مستمرين عليه. احنا عمرنا ما ادينا بشكل غير لائق مهما حصل من جميع اي جمهور فرقه ثانيه. بس يعني طبعا عوده الجماهير دي هتفرق جدا مع النادي وهتفرق جدا مع الجمهور برضه نفسه. جماهير مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، هي عمود وأساس نادي الأهلي،
وبدون جماهير ما فيش نادي الأهلي. نادي الأهلي كبير بجماهيره، البلد فيها حالة التزام كويس جدا، والناس وصل لها الوعي إن هي تشجع بكل احترام للمكان اللي هي موجودة فيه. لو قلنا النادي الأهلي في القمة فهو محتاج القمة اللي بعد القمة. عوده جمهور تفلق بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي. النادي الأهلي نادي جمهور وجمهور كبير جدا في مصر، يعني اللعيبة بقى لها فترة كبيرة لما حتى بنطلع نلعب المباريات الأفريقية النادي الأهلي بيطلع يلعب بره. في لعيبة في الفريق دلوقتي ما شاركتش قدام جمهور، لأن معظم اللعيبة يعني لعيب بقى سواء لعيب بقى له اتنين في النادي الأهلي ما شاركش قدام جمهور. حتى دي بتأثر معانا لما بنطلع نلعب في تونس، بنطلع نلعب في المغرب، الضغط الجمهور اللعيب بيتهز، بقينا نتكلم كتير. بصراحة اتحاد الكرة بنطلب اتحاد الكرة انه يزود لنا عدد الجمهور شوية في الماتشات الافريقية، لان بتفرق جدا مع النادي الاهلي، بتفرق جدا مع اللعيبة. بنطلع نلعب في تونس بنلاقي 20-30 ألف، بنيجي هنا بنلعب في استاد زي استاد برج العرب، يعني استاد كبير جدا، وبنلاقي 10,000 ما يبانوش في استاد. فبنطلب اتحاد الكرة، واحنا مشكور كده طبعا كابتن محمود الخطيب ان هو واقف طبعا في الموضوع دوت، هو بيحاول يرجع عودة الجمهور. يعني انا بطلب اتحاد الكره لو النادي الاهلي مش هيلعب في برج العرب 10,000 قليلين جدا، واللاعب لما بينزل اول ما بينزل بيبدا طول على جمهوره، خاصه جمهور زي جمهور النادي الاهلي. يعني انا بقول لك نص لعيبه النادي الاهلي ما لعبتش قدام جمهور، يعني في لعيبه كتير جدا جديده، فاحنا بنطالبهم لازم يرجعوا لنا الجمهور. واحنا خلاص تعلمنا الدرس، احنا عايزين، احنا اشتقنا للملعب، بقينا اكتر من 4 سنين اشتقنا جدا للملعب، احنا اشتقنا للملعب. بنطالب هاني بوريدو، بنطالب اتحاد الكوره بقى كفايه، احنا عايزين نرجع. يعني احنا مركزين على جمهور الاهلي لان احنا الاهلي، هنتكلم على جمهورنا، مش عايزين نتعرض يعني لجماهير اخرى اللي هي 100% حريصه نفس حرصنا على رجوع جمهورها، لان مش احنا بس اللي جماهيرنا يعني جماهيرنا بتحبنا، وجماهير الاسماعيلي بتحب الاسماعيلي، وجماهير الاتحاد بتحب الاتحاد، وجماهير المصري بتحب المصري، جماهير الزمالك بتحب الزمالك. اي نادي شعبي هو محروم، هو محروم من جمهوره بالظبط. ومن المنطقي جدا لما الناس قالت ماتشاتك رايح جاي عشان ميزه الجمهور وميزه ملعبك هي ميزه جمهورك مش النجيله، فانت بتحرمني من احد عناصر الدعم. مش كل حاجه طبعا، ممكن تلعب من غير جمهور وتكسب، ممكن تلعب بجمهور وتخسر، لكن في كل الاحوال الدفء وتدريب حتى اللاعب على انه يبقى لاعب دولي محترم، لانه هيلعب امام جماهير، انه يلعب في محلين امام جماهير، ما تفاجئوش بالجماهير بقى. وهو كمان من المهم انك انت ما دام قلت 3500 للضيف، ده يكون في كل مباراه، مش في فريق ال 3000 يوصلوا ل 4000 و5000 وفريق يفضلوا ماسكين له على الواحد. لا، هننضبط على الجميع، هنعد لكل. انت لو ضبطتها بالدخول بالتذكره هتبقى عارف انت مدي 500 تذكره للضيف، 1000 تذكره للضيف، مش وادي المدرج بتاعهم هتبقى عارفهم. المساله يا استاذ ابراهيم في الانضباط انك انت حدد الكرسي بالتذكره بس. نتمنى دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي دوما ان شاء الله. صباح الخير.